بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. طلاب الأعزاء، كل عام وأنتم بخير وعيد سعيد عليكم إن شاء الله وعلى أوائلكم. وإن شاء الله كده بنهاية العام نفرح بتخرجكم وتفوقكم إن شاء الله. النهارده يا شباب آخر محاضرة في جزء الماس سبكترومتري. طبعا مناش محاضرات من زمان، وعندكم الترم ما شاء الله السنه كلها ميد ترم، هنخش على الامتحانات النهائيه والميد ترم لسه الامتحانات ما خلصتش، فالناس تشد حيلها ان شاء الله في المذاكره كده تبقى الامور تمام ان شاء الله. اخر حاجه عندنا ان هي الالكول اللي هي الهيدروكسي كومباوند. اتكلمنا قبل كده على الهيدروكسي كومباوند، خدنا منها المحاضره اللي هي قبل الاخيره ديت اللي هي الفينولز. الفينولز كان عندي مركب زي ده كده، زي اللي قدامي ده بالظبط، زي السايكل هوكسانول ده، وجواه كده جواه 3 باي بوند، عندي 3 باي بوند موجودين. ماشي يا شباب، كنت بقول على الراجل ده اسمه الفينولز. الفينولز ده ينتمي الى مين؟ الهيدروكسي كومباوند. نفس الكلام الكحولات، الكحولات بقول عليها ايه؟ هي عباره، ما اجي اعرفه بقول على برضه عباره عن هيدروكسايل كونتيننج كومباوند او هيدروكسي ديريفاتيف في الاورجانيك كومباوند. عند الاو اتش، عند هنا او 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 اتش. كل ديت انواع من الايه؟ من الكحولات المختلفه ديت، كلها تنتمي الى الهيدروكسي كونتيننج اورجانيك كومباوند. يبقى اما عندي فينولز اللي احنا شرحناها بالتفصيل، وقلنا الفينولز كان في ان البيز بيك بتاعته كان فيه عباره عن المولوكولار ايون بيك، نتيجه ان الفينولز اللي عندي كان عباره مور ستابلايزد باي الريزونانس. وانا جايب ديت عشان افهمك ليه لما نيجي نتكلم في الالكول هلاقي عندي المولوكولار ايون ما هواش ستيبل. في بعض الاحيان بيبقى الانتنس بتاعته بتكون كلش قليله، وبعض الاحيان زي التيرشري الكول بيكون اصلا ابسنت، مش موجود، بقول عليه نوت ديتكتابل، ما بقدرش الا يستدل عليه، ما بقاش موجود اصلا نتيجه للاستابيليتي الايه؟ لو استابيليتي اوف مين اوف الالكولز. فانا كنت بقول عندي هنا الاو اتش، الاو عليها لون بير من الالكترون، بيحصل لهم اوفرلابنج داخل حلقه البنزين، عشان كده في سنه ثانيه كنت بقول عليهم الكترون دونيتنج جروب اللي هي الهيدروكسيل جروب، او بقول عليها الفينوليك عشان يبقى اكثر تحديدا، فينوليك او اتش جروب. ديت لما تنزل هنا يبقى معنى ذلك الباي بوند ديت هتتحرك، هيجي هنا نيجاتيف تشارج، هذه النيجاتيف تشارج هتتحرك، هتيجي هت ما موجوده بين الكربون رقم 2 و3 مثلا، يبقى ديت لازم هتتحرك، هتيجي هنا في البوزيشن رقم 4 اللي بقول عليه البارا او البارا بوزيشن، نتيجه لعمليه الريزونانس هيحصل اوفرلابنج، نيجاتيف تشارج هتيجي هنا كباي بوند، تطلع الباي بوند ديت تتحرك في الاورثو بوزيشن او البوزيشن رقم 6، يبقى عندي هنا نيجاتيف تشارج. كل ديت عباره عن ريزونانس ستراكشر كتيره جدا نتيجه لوجود الثلاثه باي بوند اللي موجودين انسايد البنزين رينج، والاهم من ده كله نتيجه لوجود الهيدروكسيل او اتش جروب كونتيننج نون شيرد او نون بوندنج الكترون بير، بيحصل لهم اوفرلابنج او دي لوكاليزيشن، وبيخشهم جوه حلقه مين؟ جوه حلقه البنزين، فبيكون المركب اللي عندي ده هايلي ستابلايزد باي ريزونانس. وبناء عليه نتيجه للاستابيليتي العاليه كنت بلاقي ان المولوكولار ايون بيك، مولوكولار ايون بيك زي ما حضراتكم تفتكروا بجيبه منين؟ بجيب المركب اللي عندي ده اعمل له عمليه ايونايزيشن، اعمل له عمليه بومباردمنت بهاي انرجي الكترون بيم 70 الكترون فولت، بعمل عمليه ايونايزيشن لما المركب اللي عندي او الاورجانيك كومباوند او السامبل تخش جوه الايونايزيشن شامبر، يحصل لها عمليه ايونايزيشن بحيث ان المركب يفقد الكترون. طبعا عارفين ان الالكترون هيتفقد منين عندي؟ من اول حاجه عندي الانشيرد الكترون بير، او بقول عليهم نون بوندنج الكترون الموجودين عندي على اللون بير من الالكترون، سواء كان عندي هيدروكسايل الجروب دي موجوده فيه متصله بأروماتيك رينج فبقول عليها فينوليك، او متصله بأليفاتيك بقول عليها الكولز، يبقى دي بقول عليها نون بوندنج الكترون. يليها الباي بوند، ثم بعد الباي بوند عندي مين يا شباب؟ السيجما. ايه؟ السيجما بوند. خدنا الالدهيد والكيتون، عندي السي دبل بوند او، سواء كانت الكربونيل جروب سواء كانت الدهيد او كيتون، كانت الاو عليها لون بير من الالكترون. كنت اول ما اجي اكون
مولوكولار ايون بير كنت بفقد الكترون من الانشيرد الكترون بير اللي موجوده عندي على الاكسجين نفسها، هي نفس الفكره بالظبط، الانشيرد الكترون بير برضو موجوده عندي في الاكسجين، بس دي بقول عليها فينوليك او اتش جروب، او بقول عليها هيدروكسيل الكوهوليك او اتش جروب. يبقى الراجل ده هيفقد الكترون، يبقى هيبقى كل المركب هناك هيفقد الكترون ليس له كتله مهمله جدا، هيديني المولوكولار ايون بيك هو نفس مين؟ نفس المولوكولار ويت، ويديني الام اوفر ايه؟ اوفر زي، اللي هي حسب اللي هي الايه؟ الريلاتيف ماس او الماس بتاع المركب اللي موجود ايه؟ اللي موجود عندي. هنا في الكحولات شفت هنا بقى نتيجه للاستابيليتي على طول، سواء اي اروماتيك عموما الاستابيلايزيشن فيه عاليه. اجي ابص للراجل اللي موجود عندي ده، ده كحول. الكحولات عندي يا شباب في عندي برايمري الكول، برايمري، في عندي سكندري الكول، الكلام اللي احنا عارفينه من سنه اولى وعارفينه من الاعدادي ده خدناه في العمل كتير جدا، وفي عندي تيرشري الكول. ايه الفرق ما بين الثلاثه؟ عشان احنا كلامنا كله منصب على مين؟ على الالكولز. يبقى الاول الكولز، يبقى انا بعرف الكحولات بقول عندي هيدروكسيل او اتش جروب دايركتلي اتاتش تو نون اروماتيك سيستم، بعباره ادق اقول عليه اس بي 3 هايبرادايزد كربون، اهو اس بي 3. انما لو جيت ابص للكربون هنا اللي متصل بها الاو اتش هنا في حاله الفينول ذات عباره عن ايه؟ ده من الكرايتيريا يم الاروماتيست قلت لازم يكون عندي الكربون اللي موجود عند الهايبرادايزيشن بتاعي يكون عباره عن ايه؟ اس بي 2. وموجود عندي اهو دبل بوند اس بي 2، اما عندي هنا ايه؟ كار او متصله ب اس بي 3، يبقى ده بقول عليه ايه؟ عشان كده بقول عليها الكول، لانها متصله بأليفاتيك كربون. بأليفاتيك ايه يا شباب؟ بأليفاتيك كربون. تمام، كل دول هتلاقي عندي او اتش متصله بأليفاتيك كربون. برايمري عندي هيدروكسيل جروب متصله بكربون، هذه الكربون اللي متصله دايركت اتاتشت بالاو اتش جروب، يا اما متصله بكربونه واحده فقط دايركت اتاتشت، بقى انا عندي هذه الكربون متصله بكرب كربون مباشره، كربونه واحده، ما حدش يقول دول اثنين، انا ليا اللي متصل بها مباشره. يبقى علشان يبقى برايمري الكربونه اللي متصله بالفانكشن جروب بالهيدروكسيل جروب الالكوهوليك متصله بكربونه واحده او مش متصله بكربونه اخرى، بمعنى ايه؟ ممكن يكون عندي المركب كده سي اتش 3 او اتش، يبقى ده اسمه ايه؟ ميثانول. هذا الميثانول له تريفيال نيم او كومون نيم قديمه قوي كان بنقول عليه اسمه كاربينول، كاربينول. يبقى الكاربينول ده هو مين يا شباب؟ هو الميثانول، او بقول عليها الكاربينول كربون، اللي هي الكربونه اللي ماسكه في الاو اتش كاربينول، لان لما عندي اهي كربونه المتصله بالاو اتش بقول عليها الكاربينول او الكاربينول كربون، عشان كده الميثانول ممكن نقول عليه كاربينول اللي هو سي اتش 3 او اتش، فالكربونه اللي متصله بالاو اتش ديت بقول عليها كربينول كربون، مش كربونايل، ده حاجه وده حاجه تانية خالص. طيب يبقى انا عندي ده بقول عليه برايمري ايه؟ برايمري الكول. ليه؟ لان الكربون اللي متصله بالفانكشن جروب بالاو اتش متصله بكربونه واحده فقط. الراجل ده اسمه ايه؟ بروبانول. اهو كم كربون؟ واحد اثنين ثلاثه، واحد اثنين ثلاثه. ولما اجي اعد هنا بالنسبه للنومكليتشر بالنسبه للالكول، الكربونه اللي متصله بالاو اتش بديلها رقم واحد، يا لها اتنين يا لها تلاتة. يبقى الراجل ده اقول عليه اسمه ايه؟ ان نورمال، ان ديت يعني نورمال طبيعي عادي. بروبايل الكول، اهو مش دي بروبايل جروب؟ بروبايل جروب، والاو اتش ديت هي مجموعه الالكول، فكده بقول عليها تريفيال نيم او كومون نيم. او اقول عليه بروبان، بروبان، البروبان اللي هو الالكان العادي سي اتش 3 سي اتش 2 سي اتش 3. استبدلت من السي اتش 3 ديت او اتش جروب، عشان كده بقول عليه بروبان 1 اول. بروبان وان اول يعني ايه؟ يعني البروبان الكربونه رقم واحد فيه استبدلت هيدروجينا باو اتش جروب، فاسمه بروبان وان اول، او ممكن نقول عليه وان بروبانول. وكل دولت بيساووا بعض، ايكويفالنت لبعض. نقول وان بروبانول يعني ايه؟ يعني البروبان اللي هو ثلاثه كربون اللي هو الالكان، كربونه رقم واحد عليها ثلاثه هيدروجين، استبدلت واحده منهم بي او اتش جروب هيدروكسيل جروب، يبقى ده بقول عليه برايمري الكول. بعد كده السكندري الكول، انا قلت ده الكربونه بتاعت الكربونول اللي ماسكه في الاو اتش متصله بكربونه واحده او ماجو زي الميثانول. ده بالراجل اللي هنا ده اهو سكندري، يبقى الكربونه اللي ماسكه في الاو اتش متصله بكم كربون مباشره؟ اداه واحده واداه ثانيه. يبقى كده كم كربون؟ اثنين، عشان كده بقول ده ايه؟ سكندري الكول، سكندري الكول. اهو الرسمه ديت هي الرسمه دي بالظبط، الرسمه هذه بتاعت البروبانول اللي انت شايفها ديت هي ديت بالظبط.
يبقى الراجل اهوت، يبقى او اتش عندنا طبعا هنا هيدروجينه مش مرسومه، ظاهره عندك في الرسمه اللي عندك ديت، ادي عندي هنا سي اتش 3 وعندي هنا سي اتش 3. المجموعه دي الوحده زي ما احنا عارفين بيبقى عندي ثلاثه كربون وفيهم برانشنج بي مجموعتين ميثايل اسمها ايزو بروبايل جروب، يبقى الراجل ده اسمه ايزو بروبايل الكول، او اقول عليه اسمه بروبان، أو نفس ده بالظبط، بس ده كنت بقول عليه البرايمر ده 1 اول، اهو الاو اتش موجود على الكربون رقم واحد، ده الكربون موجود على الاو اتش موجود على الكربون رقم كام؟ رقم اتنين، لان انا عندي في اي تسميه ربنا خلقها بختار اطول سلسله كربونيه، ده بقى ديت واحد اتنين تلاتة، دي من اليمين، لو مش الشمال برضه هيبقى واحد اتنين تلاتة، يبقى ده اسمه اتنين بروبانول، او قول بروبان اتنين قول، او اقول عليه اسمه ايزو بروبايل الكول، كل دولت ايكويفالنت لبعض. تمام. هاجي بعد كده، انا جايب لك الكلام ده ايه؟ جايب لك من اولى ابتدائي. نيجي بعد كده عندي سايكلو هيكسانول، عندي سايكلو الكول. سايكليك ايه؟ سايكليك الكول. سايكلو هيكسانول اهو، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. ستة كربون، هيكس يعني ستة، يعني ستة كربون موجودين في سايكليك استراكشر. ما قلت سايكلو هيكسانول، يعني عندي سايكلو هيكسان كده من غير الاو اتش ده اسمه كده سايكلو هيكسان، كل واحدة من ديت عبارة عن سي اتش 2. جيت استبدلت هيدروجينة من هنا باو اتش بقى اسمه سايكلو هيكسانول. طب السايكلو هيكسانول ده ينتمي الى عائله مين؟ طبعا السكندري الكول، اهو الكربونه اللي ماسكه في الاو اتش مباشره متصله بكام كربون؟ ادا واحده فوق وادا واحده تحت، زيها بالظبط زي مين؟ زي الايزوبروبايل الكول. طيب بعد كده عندي الراجل ده اسمه ايزوبيوتايل الكول، اهو كام كربون عندي؟ واحد اثنين ثلاثه اربعه، اربعه كربون يعني بيوتا، يعني بيوتا. طيب او بيوتايل. طب الراجل ده انا عندي هنا برانشنج اهو، كربونه طالع منها 2 ميثايل وسي اتش 2 او اتش. الراجل ده لما اجي اقول لك ده الايزو بيوتايل الكول، ده ممكن نسميه، هنسميه بايه؟ هنسميه بالايوباكني. نختار اطول سلسله كربونيه، لو خدت طبعا هاخد الاتجاه ده كده اهو، اللي بحيث ادي الاو اتش دي قال رقم 1 2 3، يبقى الراجل ده اقول عليه ايه؟ اهو 1 2 ثلاثة، ثلاثة يعني إيه؟ يعني بروبانول. يبقى الراجل ده أول اتنين ميثايل أهو، الاتنين هات عليها برانشنج ميثايل، وان بروبانول، أو أقول اتنين ميثايل بروبان وان أول، هي زي ما كنا بنسمي البروبانول هنا بالظبط. طيب او بقول عليه ايزو بيوتايل الكول، ايزو بيوتايل الكول، كلمه ايزو ان انا عندي الكربونه دي طلع منها برانشنج باثنين ميثايل. طيب تمام، زي ما قلت هنا ايزو بروبايل او الكربونه دي طلع منها برانشنج باثنين ميثايل. طب الايزو بيوتايل ده ينتمي الى عائله ايه؟ هتقول لي ايزو سكندري، سكندري منين يا سيدي؟ سكندري منين؟ ايه الكربونه اللي ماسكه دايركت بالاو اتش جروب بالفانكشن جروب متصله بكم كربونه مباشره؟ واحده فقط هذه. يبقى الراجل ده ينتمي الى مين؟ الى البرايمري الكل. الى البرايمري ايه؟ الى البرايمري الكل. نيجي للي بعده، عندي هنا او اتش الكربون اللي ماسكه فيها مباشره، اللي بقول عليها كاربينول كربون، اهي الكربونه ديت اللي ماسكه في الفانكشن جروب في الاو اتش متصله بكام كربونه؟ ادا واحده، ادي الثانيه، ادي الثالثه. يبقى الراجل ده ينتمي الى مين؟ الى التيرشري الكل. التيرشري ايه؟ تيرشري الكول، عشان ما نيجي نشرح بعد كده يبقى انت عارف يعني ايه برايمري، عارف يعني ايه سكندري، عارف يعني ايه تيرشري، يبقى ده بقول عليه تيرشري الكول. عايزين نسمي هذا الفتى، هتسميه ازاي؟ زي ما قلت لك اي تسميه في الدنيا اختار اطول سلسله كربونيه. شوز ذا لونجست كونتينيوس كربون تشين. ادي عندي 1 2 3 4، وطبعا هناخد السلسله دي كده وهنمشي من الناحيه دي. ليه؟ ما ناخدش من هذا عشان ندي للاو اتش ديت اقل رقم، لان دي هنا واحد اتنين هتبقى الاو اتش على اتنين، انما لو مشينا من هنا خدنا هنا واحد هيبقى واحد اتنين تلاته، يبقى اتنين افضل من تلاته. يبقى الراجل ده السلسله الكربونيه كم كربون؟ اربعه. يبقى الراجل ده اسمه ايه؟ بيوتان. بيوتان اربعه كربون. طيب الاو اتش على الكربون رقم كام؟ رقم اتنين. طب على الكربون رقم اتنين موجود برانشنج بايه كمان؟ بمثل اهو اتنين ميثايل بيوتان اتنين اول، او اقول عليها 2 ميثايل 2 بيوتانول، 2 ميثايل 2 بيوتانول.
او 2 ميوسايل بيوتان 2 اول، او اقول عليه تيرشري امايل الكول، تيرشري امايل الكول. كل دي التسميه لهذا مين؟ لهذا التيرشري الكول، لان طبعا ما نيجي نعمل عمليه الفراجمنتيشن كل عندي الكايل راديكال من اللي موجود قدام سيادتك ده كله هيبقى له دور، ونختار الصغير ولا الكبير، ولو الاثنين ايدنتيكال زي بعض هيبقى الفراجمنتيشن شكله ايه. فعلشان كده لابد من هذه المقدمه. عندي هل في عندي اروماتيك الكول؟ في عندي اروماتيك الكول. يعني ايه اروماتيك الكول؟ ما هو برام كلمه الكول تعني ان انا عندي هيدروكسيل او اتش جروب دايركتلي اتاتشد بكربون اس بي 3 كربون، هيبريدايزيشن بتاع اس بي 3 ده ازاي بقى اروماتيك؟ وحنا لو يبقى معناه اروماتيك ان في عندي بريدج في الوسط، في عندي بريدج، هذا البريدج يحتوي على كربون اس بي 3. ازاي يا سيدي؟ نفس الكلام اللي قدامك ده، ادي عندي حلقه بنزين، وعشان يبقى اروماتيك ادي حلقه البنزين، عندي هنا سي اتش 2، عندي هنا او اتش، يبقى ده اسمه بنزايل الكول. المجموعه دي الوحيده اسمها مجموعه البنزايل. طبعا سيادتك هتقول اه والله ده انا عارفها قبل كده، اللي كانت بتعمل لي حاجه اسمها ايه؟ تروبيليوم. انطق السنه خلص. التروبيليوم ايه؟ تروبيليوم كاتايون. تروبيليوم كاتايون ده كان بيظهر عندك مور بريدومينانت، وبيكون مور ستابلايزد نتيجه لعمليه الريزونانس، ويديني 7 ممبر درينك. وكان الراجل ده الام على زي بتاعته بكام؟ ب 91. كان بواحد وكام؟ ب 91. طيب يبقى الراجل ده في الحاله ديت، انا كنت بقول لك ان الناس ديت نتيجه للستابيليتي بتاعت البرايمري والسكندري والترشيا كلهم، نتيجه ان هم مش متصلين. انا عندي يا شباب اي حاجه علشان تكون يحصل لها عمليه استابيلايزيشن زي ما انت شايف عندك. الراجل ده كنت بقول عليه الاروماتيك ده استابيلايزد ليه؟ لان انا عندي هنا ادي 3 باي بوند بالاروماتيك رينج، يبقى في عندي بقول عليها ان ساتوريشن. ان ساتوريشن تمام زي الفل. هذا الان ساتوريشن سواء كان في اروماتيك رينج او كونجوجيشن سنجل دبل سنجل دبل في الفاتيك سيستم، حتى زي لو تفتكر في الالكين لما اتكلمنا على الاليليك كليفيتش اللي كان مين روت لي او مين باترن للفراجمنتيشن في الالكين الاليليك كليفيتش. كنت عندي هنا يبقى الايما ايما يكون عندي انساتوريشن، يعني عندي دبل بوند، او يكون عندي انشيرد الكترون بير موجودين عندي متصلين بانساتوريتد سيستم. انشيرد الكترون بير زي ما اتكلمنا في عمليه مين؟ في الفينولز. دولت الحاجات اللي بتدي استابيليتي للمركب اللي موجود مين؟ المركب اللي موجود عندي. فحاجه زي البنزير الكول ده برضه ينتمي الى كحول، ولكن انا بقول عليه اروماتيك الكول. كل دول تقول عليهم ايه؟ اليفاتيك الكول. اليفاتيك الكول. وده بقول عليه اروماتيك الكول نتيجه ان هو متصل باروماتيك رينج. طيب يبقى هل الراجل ده زي ما قلنا الناس اللي فوق دولت الاستابيليتي بتاعت المولوكولار ايون كلش قليله؟ المولوكولار ايون طبعا هيجي منين من الناس دي كلها؟ الراجل ده هتعمل له عمليه ايونيزيشن، يخش الجهاز الاسبكتروميتر يطلع عمليه ايونيزيشن في الايونيزيشن شيمبر، يفقد الكترون نتيجه انه بيتعرض لطاقه عاليه جدا 70 الكترون فولت. هيفقد الكترون، يبقى كده عملت له عمليه ايونيزيشن، وانا هفقد الكترون هيتولد عند مين؟ راديكال كاتايون اللي بقول عليه البيرنت ايون اللي هو المولوكولار ايون اللي هو الاول بيك هيظهر عندك على ايد سيادتك اليمين. طبعا عارف ايدك اليمين مش شمال اكيد يعني. ماشي، اللي بيظهر في اخر الشرط خالص بتاع الماس سبكتروميتر هو ده اللي بقول عليه مين؟ هو ده اللي بقول عليه المولوكولار ايون. هنا عندي في البرايمري الكول والسكندر الكول ممكن البيك اللي عندي يظهر يكون كلش ضعيف لانه ليس ستيبل، ما فيش حاجه بتحصل لها عمليه ستابيلايزيشن له، لا في انساتوريشن ولا في انشيرد الكترون بير متصله بانساتوريتد سيستم او كونجوجيشن ولا الكلام ده خالص. التيرشري الكول ده ابسنت نوت ديتكتبل، ده مش هتلاقيه خالص، مش هتشوفه عندك خالص في الشارت. يعني ما تيجي تحسب المولوكولار ايون طلع عندك باي رقم مش هتلاقي المولوكولار ايون، وليكن مثلا ب 108 هتلاقي طلع حاجه عند 108، طلع عند 108 عندي 88 مثلا تلاقي فيه بيك عندي 88 ما فيش، لان ان هو نتيجه ان هو ليس ستابلايزد، لا ما فيش لا انساتوريشن ولا في عندي انشارد الكترون بير متصله بكونجوجيتد سيستم. والنتيجه ان هو طبعا بيحتوي على او اتش زي ما اشرحت لك قبل كده، لما تلاقي عندك لص ليه ماينس
18، تعرف ان انا عندي لوس اوف ووتر، فانا عندي الاو اتش في الكحولات اكيد هيحصل لوس للووتر، يبقى ده يعني هيبقى ويديني مركب هايلي ستابيلايزد بعد ما يفقد الميه. او ممكن يحصل عندي الفا كليفج ويديني حاجه اوكزونيوم ايون، هنتعرض للكلام ده فيما بعد. فهنا في حاله الاروماتيك الكود زي البنزاين الكود، طبعا النتيجه هنا عمليه ستابيلايزيشن بالريزونانس، فبالتالي هتلاقي ان الملوكولار ايون بيكيان البنزاين الكول هتلاقي مور بريدومينت واضح جدا، والانتنستي بتاعته عاليه. ليه يا سيدي؟ لان ستابلايزد باي الريزونانس نتيجه لوجود الاروماتيك رينج. زي ما كنت بقول لك الفينول، الفينول ده كان هو اصلا الملوكولار ايون بيك كان عباره عن البيز بيك، يعني كانت نسبته 100%. احنا لغايه دلوقتي ما دخلناش في اي حاجه، احنا قاعدين نتكلم في سلايد و الانترودكشن، ومش حتى بره السلايدات بتاعت محاضرات بغداد، يعني انا جايبها لك عشان سيادتك تقول الفرشه الاولانيه دي كلها، فسيادتك بقى يبقى الموضوع معاك زي الفل، تبقى انت ماشي فاهم وما نضيعش وقت فيما بعد. ما ينفعش اخش عليك كده ندي لك صدمه مره واحده كده، فلازم ندي لك المقدمه دي تبقى عارف ده من ده، وليه ده ستيبل ده مش ستيبل، والكلام اللي انت ايه اللي المفروض حضرتك تعرفه. احنا عندنا دلوقتي ايه الاو اتش، لما خدنا فيه قبل عمليه الفراجمنتيشن نتكلم على الالكان والالكين والالكايل هالايد، واتكلمنا عن الايثر، واتكلمنا على الكربونيل كومود، والكلام ده كنا بناخد انتروداكشن، قلت لك في عندي نوع من انواع الباترن اوف فراجمنتيشن حاجه اسمها الالفا كليفج. فالميجور كليفج او فراجمنتيشن باترن بالنسبه للالكول، الالكول هي عباره عن الالفا كليفج اند دي هيدريشن، وفي حاجه كمان اسمها يحصل عمليه من جاما هيدروجين ري ارينجمنت. ري ارينجمنت ماشي يا شباب، ري ارينجمنت جاما هيدروجين ري ارينجمنت. يبقى الفا كليفج، ايه هو الالفا كليفج؟ عندك حضرتك اهو الكربونه اللي بعد الاو اتش جروب دي بقول عليها الفا كربون، هذه الالفا كربون، الكربون اللي جنبها ديت يحصل هنا عندي الفا كليفج، هذه ده هوموليتيك، هذا البوند هيحصل لها بريك داون، كربون هذه الكربون ذيس كربون تيك 1 الكترون اند ذيس كربون تيك 1 الكترون، هكسر الاثنين يبقى الراجل ده هياخد الكترون واحد، ادي هنا الكترون، والراجل ده الالكايل جروب اللي عندي ديت هتخرج از راديكال، از راديكال ديت هتخرج از راديكال. هتقول لي يا سعاده الدكتور ده انا عندي هنا الفا، ده انا ممكن نكسر هنا، اقول لك والله زي الفل، بس إن زي ما قلت لك قبل كده احنا عايز بنكسر الالكايل راديكال اللي هي مور لارجر، الالكايل جروب الكبيره اللي فيها عدد كربون كتيره، عشان يبقى الالكايل راديكال اللي طالع عندي هايلي ستيبل، يبقى لازم من ناحيتين الراديكال كاتايون او ما يحصل فراجمنتيشن للمولوكولار ايون بيك اللي موجود عند المولوكولار ايون اللي موجود قدامي ده، يديني كاتايون او كربو كاتايون هايلي ستيبل، وفي نفس الوقت يديني مور ستيبل راديكال اللي بقول عليه اللارجر راديكال، يعني الالكايل جروب الكبيره، وفي بعض الروايات الشبيره، ماشي؟ يعني كل ده يبقى انا ليه ما كسرتش هنا وكسرت، لان دي عباره عن سي اتش 2 ار، انما دي ار فقط، عشان كده كسرنا من هيك، يبقى ديت خدت 1 الكترون وده خد 1 الكترون، بقى عندي هنا سي اتش 2 ار اللي خرجت عند حضرتك دي. الكلام ده كل الرولز ديت اللي احنا ماشيين ومتفقين عليها، اللي ما بغيرش كلام. طيب الراجل ده هياخد، ده هياخد الكترون هيك اهو، احنا كسرنا ديت هوموليتيك كليفج اهو، هوموليتيك يعني بالتساوي، بالتساوي ده ياخد الكترون وده ياخد الكترون. قلت لك الهوموليتيك كليفج ده ينتمي الى حي العداله. يبقى الراجل ده خد الكترون اصبح راديكال مور ستيبل سي اتش 2 ار، والراجل ده هذه الكربون ذيس كربون الالفا كربون ويل تيك 1 الكترون. هذا الالكترون هيحصل له عمليه اوفرلابنج مع الالكترون اللي موجود عندي هيك ده. واحد هيسال سائل اخ مرتاح يقول لك وده جه منين ده؟ اقول لك يا سيدي ما قلت لك بيحصل عمليه الايونايزيشن، اول ما تحط السامبل بتاعتك في الجهاز في الاسبكتروميتر بيحصل لها عمليه ايونايزيشن في الايونايزيشن تشيمبر، عشان تفقد الكترون على مود ان هي تبقى راديكال كاتايون، علشان الجهاز ما بيعملش ريكوردنج الا للحاجات اللي تحتوي شحنه موجبه، سواء كانت راديكال كاتايون زي المولوكولار ايون، وهذا المولوكولار ايون يحصل له فيرزر فراجمنتيشن الى دوتر ايون علشان يدي لك ديفرنت مين؟ ديفرنت ايونز. يبقى الراجل ده كان عباره عن كام؟ كان عندي اربعه
نون بوندنج الكترون، اتنين فوق واتنين تحت، فخسرنا من هنا واحد، فعلشان كده اتولد عندي شحنه موجبه. يجي هذا الالكترون مع هذا الالكترون هيدوني هذا الاستراكشر. الاستراكشر ده هو بقول عليه اسمه الاكسجين، لما يكون عليها شحنه موجبه بقول عليه اسمه اوكسونيوم ايون. اوكسونيوم ايون، اوكسونيوم ايون. اوكسونيوم ايون. ماشي يا سيدي، اوكسونيوم ايون. الراجل ده قلت لك لازم يكون هايلي ستيبل. الاستابيليتي جايه منين يا سيدي؟ طيب من عندي هات باي بوند، دي هتحصل له اوفرلابنج، هتيجي هنا عشان الاكسجين عليها شحنه موجبه يحصل لها عمليه ريزونانس، يبقى الشحنه الموجبه دي هتتنقل من الاكسجين تو مين؟ تو كربون. اتنقلت من الاكسجين لمين؟ للكربون، زي ما كنا بنتكلم بالظبط في الكربوني الكومباوند اللي كان عباره عن دي اسمه السيليوم ايون. السيليوم ايه يا شباب؟ السيليوم ايون. يبقى الراجل ده حصل له ستابلايزيشن بالريزونانس، وفي نفس الوقت طلع عندي راديكال. الراديكال اللي عند الالكايل راديكال اللي هو مور لارج راديكال، الكايل جروب بتحتوي على عدد كربون اكتر، اللي طلع عندي يبقى ده مور ستيبل راديكال ومور ستيبل كاربو كاتايون which stabilized by resonance، او بقول عليه resonance stabilized. يبقى ده اسمه اوكسونيوم ايون. الاوكسونيوم ايون ده يخرج هيظهر عندي فين؟ لو كان عندي كان عندي برايمري الكول او سكندري الكول او تيرشري الكول. بس في حاله البرايمري الكول، برايمري الكول لما هنشوف بعد كده هتلاقي هذا الاوكسونيوم ايون، هذا الاوكسونيوم ايون هنفرض ان الراجل ده ما هوش متصل بار خالص، ما فيش هنا ار، يبقى اقل حاجه ممكن يدهاني مين؟ اقل حاجه ممكن يدهاني لو حب، هو لانه لو برايمري الكول معناها ان هذه الكربون اتاتشت بكربون مباشره زي ما انت شايف كده، انما اللي قدامك ده بالرسمه اللي كانت مرسومه ديت عباره عن مين؟ عباره عن سكندري الكول، الكربون اللي متصله بالاو اتش متصله باثنين كربون تانيين، فلو هو برايمري الكول اكيد الكربونه دي متصله بكربونه واحده فقط. هيبقى شكله كده، والار ديت مش موجوده عندي، تمام زي الفل. يبقى معنى ذلك ان الار ديت هتبقى عباره عن ايه؟ مش ديت كانت عباره عن ايه ديت دلوقتي؟ لو هو برايمري هتبقى او اتش سي اتش 2 كربون وبعدين ار، يعني معنى ذلك ان ديت الكربون الار دي مش موجوده، هتبقى ديت سي اتش 2 زي الفل. الراجل ده هيقرا عند كام؟ هيطلع عندك لو هو برايمري الكول، اي برايمري الكول هيدي لك اوكسونيوم ايون مور دايجنوستيك مور كاركترستيك فور برايمري الكول عند ام على زي 31، 31 تمام زي الفل. يبقى حط ديت حلقه في ودانك، البرايمري الكول هيديني ام على زي عند كام؟ عند 31 سي اتش 2 دبل بوند او اتش. طب تمام، اللي قدام حضرتك ده عباره عن انهي نوع من انواع الالكول؟ ده عباره عن سكندري الكول، اهو كربونه اللي متصله بالاو اتش متصله باثنين كربون اخرين، اهو واحده اهو الكربون بتاعت الكربينول المتصله دايركت اتاتش بالفانكشن جروب الاو اتش، متصله هنا بكربونه ومتصله هنا بكربون، يبقى ده سكندري الكول. طيب يعني لو ده كان برايمري الكول كنا نفترض ان الار ديت بالظبط عباره عن اتش، يبقى عند هنا اتش مش مرسومه وديت اتش، يبقى او اتش سي اتش 2 وبعدين نكمل بقيه المركب، يبقى ده برايمري. طب لو هو سكندري يبقى معنى نفترض ان الار دي اللي عندي عباره عن سي اتش 3، لو هي سي اتش 3 طيب يبقى الراجل ده هيطلع ايه؟ طيب نفس الكلام الفا كليفج، هاجي الكربون ادي الالفا كربون مع الكربون اللي بعدها هنكسر هنا بالتساوي، ده هتاخد الكترون ودي تاخد الكترون، وهذا الالكترون مع هذا الايه؟ مع هذا الالكترون هيديني الاستراكشر اللي قدام حضرتك ده، وقلت لك ان الارض ديت عباره عن هنا عباره عن مثل، هنفترض ان هي مثل. هتيجي تحسب الحسبه بتاعت حضرتك ديت الاوكسونيوم ايون دوت ويحصل له عمليه ستابلايزيشن بالريزونانس، هتلاقي في السكندري الكول هيدي لك بيك عند كام؟ عند 45 ام على زي بتساوي 45. اهو احسب حضرتك كده سي اتش 3 ب 15، عندي او اتش ب 17، الاكسجين ب 16 والهيدروجين ب 1 يبقى 17. عندي هنا ايه؟ باقي عندي هنا مين؟ باقي عندي هنا كربون مع هيدروجين، كربون مع هيدروجين بكام؟ كربون ب 12، وعندي هنا هيدروجين يبقى كام؟ يبقى 13. 3 و7 10، 10 و5 15، 1 و3 4 يبقى 45.
وسيادتك استاذنك برضو يعني ما تحسبش كده، لا بالكالكوليتر وبالاله الحاسبه وبالراحه كده واعصابك هاديه، هتلاقي طلعك عندك الام على زي 45. يبقى ده معناه ايه؟ معناه ان هو سكندري الكول، وفي الغالب الاوكزونيوم ايون في البرايمري الكول عند 31، في السكندري الكول عند 45، في انا بقول لك في الغالب مش ابسوليوتلي، في الغالب ده في الغالب هيكون عباره في لما اكون عندي ما فيش عندي برانشنج ولا اي حاجه، هكون هو عباره عن عباره عن مين؟ عباره عن البيز بيك. التيرشري الكول زود على الراجل ده 14، زود على الراجل ده كام؟ على 45 14، هيطلع عندك عند كام؟ عند 59. واحسب الكلام ده، ما انا عندي هنا ار والناحيه الثانيه عندي هنا مين يا شباب؟ عندي هنا ار عشان يبقى ترشري، كربونه كربونه كربونه، يبقوا ثلاثه، هتلاقي طلع عندك عند كام؟ عند 59. اظن الكلام كله سهل وبسيط. النوع الثاني يبقى ده اللي هو الالفا كليفج. الفراجمنتيشن الثاني اللي هو الاذر فراجمنتيشن باترن بالنسبه للكحولات، ان هي يحصل لها لوس اوف ووتر، يحصل لها عمليه لوس اوف ووتر، ده بنسميها بنقول عليها في الاورجانيك يعني ايه عمليه ايه؟ دي هيدريشن، دي يعني نزع، وهيدريشن يعني ماي، بنزع ماي. الماي اتش 2 او، والاتش 2 او ديت بتساوي كام؟ بتساوي 18. يبقى تلاقي عندك بيك طالع عند يساوي المولوكولار ايون مطروح منه ماينص منه مخصب منه 18، يبقى ده يقول لك ده ما تيجي تحسبه على طول تعرف على طول ان المركب اللي عندك ده فقدنا منه ايه؟ فقدنا منه ماي، فقدنا منه ماي. ماشي يا سيدي، ازاي؟ ادي عندك حضرتك ادي كحول، ادي عندي هنا او اتش اهو، عشان يبقى كحول او اتش يكون زي ما يكون برايمري سكندري تيرشر، يكون زي ما يكون عندي هنا كربون اهي، دي الفا كربون، لو قلت ديت بيتا كربون، هذه البيتا كربون عليها هيدروجين زي الفل. انا عندي هنا يبقى هنا هذا الهيدروجين مع هذا الاو اتش هيفقد عندي ماي. الاول الاو ديت عليها ايه؟ عليها انشيرد الكترون بير، هدخله جوه الجهاز هيفقد الكترون، يتكون عندي شحنه موجبه، هي دي معناه معناه الرسمه اللي موجوده قدام حضرتك ديت. دي مش معناها ان الاو اتش عليها انشارد الكترون بور 2 فوق و2 تحت و4 الكترون، لا ده دولت في الاصل 3، زي ما قلت لك انا بفقد لما احصل عمليه الايونيزيشن اول حاجه من نون بوندنج الكترون، يا لهم لو عندي باي بوند، يا لهم بعد كده سيجما بوند. فانا برسم لك هنا بتوين تو براكتس كده اللي هو المولوكولار ايون، بحط عندك هنا اللي هي بوزيتيف بوزيتيف دوت، او بقول عليها راديكال ايه؟ راديكال كاتايون، وبقول عليها البيرنت ايون. بس سيادتك عارف الايه؟ واخد بالك من هذا الموضوع تمام زي الفل. يبقى هذه الهيدروجين مع هذا الاو اتش، يبقى اهو مش انا عندي هنا الاو عليها لومبر لومبر فوق، وعندي هنا راديكال كاتايون، عندي هنا الكترون واحد، هنا نفس الكلام الراجل ده، ايه اللي هيحصل؟ الهيدروجينه دي هتاخد الكترون، والكربونه ديت هتاخد الكترون. طيب وانا عندي هنا وانا عندي هنا بعد كده ايه؟ هذا اجي بعد كده الهيدروجين اللي عندي اللي خرج الكترون ده هيلاقي عندي مين؟ عندي هنا يا شباب ايه؟ عندي هنا الكترون، هيقوم جاي عامل عليه اسرع، بقى عندي او اتش 2 او اتش 2، واصبح عند الكربونه ديت عليها ايه؟ عليها الكترون واحد، نتيجه ان انا كسرت هذه الاسره، كسرت هذه مين؟ هذه الاسره بالتساوي، بقى عندي هنا الكترون، والاتش ده مسك مع الالكترون اللي باقي عندي الراديكال من الاو، نتيجه لعمليه الايونيزيشن بقى عندي او اتش 2. الاو اتش 2 دي زي ما خدنا في الاورجانيك عباره عن او اتش، او اتش مع اتش، بقى عندي او اتش 2 عباره عن جود ليفنج جروب. جود ليفنج جروب يعني ايه؟ يعني الاو اتش ديت هتخرج وهتقوم جايه واخده الاسره اللي بينها وبين مين؟ وبين الكربون، وافقد مين يا شباب؟ وافقد ماي. تمام زي الفل. اتبقى عندي هنا ايه بقى دلوقتي؟ بقى عندي هنا الكترون راديكال على هذه الكربون، وهذه الكربون على ايه؟ عليها شحنه موجبه، عليها شحنه موجبه مش الاو اتش، بقت او اتش 2 هتخرج از ووتر، هحصل لوس اوف ووتر، هعمل عمليه دي هيدريشن، معناها ان هذه الكربونه اللي عليها القلم ديت اصبح عليها شحنه موجبه. دي لما مكتوبه قدام حضرتك بالدبل بوند ديت، الدبل بوند ديت دي معناها ايه؟ وعندي هنا هي راديكال كاتايون، دي معناها ايه؟ معناها ان انا عندي هنا الكترون، ومعناها ان انا عندي هنا شحنه موجبه، ما هو ناقص عندي الكترون، فما تقولش ليه ده انا عندي ده نيوترال كومباوند ودبل بوند، لا
ده انا عندي هنا الكترون ودبل بوند وكاتايون، يبقى انا برسمهم بهذا الشكل لكأنه راديكال كاتايون، او ادي الراديكال وهذا الكاتايون، برسمهم هنا كده وبحط ارتباطا، بحط الدبل ايه الدبل بوند الموجوده قدام سيادتك. يبقى ده لما افقد يحصل عمليه دي هيدريشن، وهفقد كأن بالظبط اداني مين، اداني الكين از راديكال كاتايون. يعني لما يحصل دي هيدريشن هيبان عندي هذا الفراجمنت كأنه بالظبط عبارة عن المولوكولار ايون بيك راديكال كاتايون، يبقى هيبقى هو عبارة عن المولوكولار ويت يم الاورجانيك كومباوند كله، المولوكولار ويت واطرح منه كام ماينس كام، ماينس 18. لما تيجي تبص اي مركب يديهولك تيجي تبص تيجي تحسبه وليكن مثلا 88 وتخصم منه 18 تلاقي عطيلك بيك عندي 70. اول بيك سيادتك شايفه، يبقى ده معناه مش ان ده المولوكولار ايون بيك، ده معناه ان المولوكولار ايون بيك كان 88 حصل لوس اوف ووتر عشان يكون مور ستيبل. انا قلت لك الاستابيليتي بتيجي منين؟ بوجود الدبل بوند ان ساتوريشن. انا عملت هنا لما عملت الراديكال كاتون كان عملت دبل بوند كونت الكين، فالاستابيليتي عندي زادت، علشان كده اول بيك ظهر عندك اللي هو مين؟ اللي هو عندي 70 وليس المولوكولار ايون بيك اللي هو يساوي المولوكولار ويت اللي هو 88. ده ممكن ما تشوفوش خالص او يكون الانتنس بتاعته كلش قليله في الكحولات. في التيرشر الكول مش هتشوفه خالص، بنقول عليه النوت ديتكتبل، مش في التيرشر الكول لان الاستابيليتي كلش ضعيف، كلش ايه كلش ضعيفه. يبقى ده بيكون كاركترستيك للكحولات ان يطلع عندك سيجنال عند ماينس 18 المولوكولار ويت او المولوكولار ويت بتاع المركب اللي عندي، تخصم منه 18 يدي لك فراجمنت هذا البيك او هذا الفراجمنت يمثل المولوكولار ويت منزوع منه الماي، يعني عملت له عمليه دي هيدريشن. يبقى ده الروت الثاني. الروت الثالث هنشرحه جوه هي عمليه مين؟ عمليه تكون عندي جاما هيدروجين موجود عندي في الكحولات شبيه بقول عليه ماكليفيرتي تايب ري ارينجمنت. في بعض برضو الري ارينجمنت، طبعا ماكليفيرتي معناها ايه؟ معناها ان انا هفقد مين؟ هفقد زي ما احنا خدنا في الكربونيل كومباوند، بدل ماكليفيرتي هفقد مين؟ هفقد الكين كنيوترال كومباوند. بعض الاحيان هيحصل ارينجمنت افقد الكين مع ووتر، يعني اعمل دي هيدريشن وفي نفس الوقت المركب يحصل فقدان مين؟ يعني اول حاجه قلت لك الفا كليفج، ثاني حاجه دي هيدريشن، دولت المين كومون او الميجور فراجمنت او باترن فراجمنتيشن. ممكن يحصل دي هيدريشن مع لوس اوف الكين، ممكن يحصل دي هيدريشن افقد ميه مع لوس اوف ميثيل جروب. بقى يبقى كده اربعه تحطهم حلقه في ودانك، بحيث اما تيجي تجيب لك اي مركب تحط في اعتبارك. ممكن تقول ايه؟ هيحصل الفا كليفج يديني اوكزونيوم ايون، الفا كليفج هيديني اوكزونيوم ايون زي ما سيادتك شايف كده، وافقد اللارجر الكايل جروب از ستيبل راديكال. تاني حاجه اجي ابص المولوكولار ويت احسبه الاقي من اول بيك ظاهر عندي على الشرط ماينس 18، تعرف ان الراجل ده حصل له عمليه دي هيدريشن وعلشان كده اللي ظهر مور ستيبل الكين اللي هو ماينس 18. طيب تلاقي عندك بيك ظاهر عند ماينس 18 وماينس مثلا الكين اللي هو الايسين سي اتش 2 دبل بوند سي اتش 2، يبقى تلاقي عندك بيك ظاهر ما تيجي تطرح من المولوكولار ايون بيك او المولوكولار ويت تلاقي مخصوم منه 18، نازعين منه 18 اللي هي ميه زائد كمان منزوع منه دولت ب 28 كربون و2 كربون ب 24 و4 هيدروجين ب 28، يعني الراجل ده منزوع نجمعهم على بعض 8 و8 16 يعني عند ماينس 46، تلاقي ماينس 46. تيجي تلاقي تحسب المولوكولار ويت تلاقي رقم، تلاقي اول بيك ظاهر عندك لقيته تلاقيته عباره عن المولوكولار ويت ومنزوع منه 46 ناقص 46. دي معناها ايه؟ معناها ان هذا الفتى او هذا الرجل حصل له عمليه دي هيدريشن مع نزع الايسيلين اللي هو الالكين، ابسط الكين حصل عمليه ري ارينجمنت. ممكن يكون موجود عندك عباره عن البيز بيك او ايه تاني، ان يحصل عمليه دي هيدريشن مع لوس اوف ميثيل.
يعني معنى ذلك تيجي تحسب المولوكولار ايون بيك او المولوكولار ويت، المولوكولار ويت لان المولوكولار ايون مش هتلاقي عندك اصلا، مش موجود على الشرط. المولوكولار ويت تلاقي منزوع منه 18، والميثيل زي ما احنا عارفين ب 15، الاثنين مع بعض هيساووا كام؟ هيساووا 33. يبقى تيجي تبص تلاقي عندك المولوكولار ويت ناقص منه 33، دي تعني ايه؟ تعني ان حصل عندي لوس اوف ووتر دي هيدريشن زائد لوس اوف ميثيل جروب. فعندك دلوقتي اربع حاجات، الفا كليفيتش يديني اوكسجونيوم ايون زي ما سيادتك شايف كده، دي هيدريشن هفقد ماي ويديني مور ستيبل راديكال كاتايون شبيه بالالكين، فقدت ميه. ايه بقى الحاجات الثالثه؟ ان يحصل عمليه دي هيدريشن مع لوس، مع عمليه جاما، يكون موجود عندي جاما هيدروجين شبيه بقول عليه ماكليفيرت تايب ري ارينجمنت، دي هيدريشن ناقص ايثين او ايثيلين يعني ناقص 28، تلاقي عندك في عندك لص ل 46 من المولوكولار ويت. طيب وتلاقي ممكن يكون ده ظاهر عندك از بيز بيك، المهم هيكون مور انتنس بيك. الحاجه الرابعه ان يحصل عندك دي هيدريشن مع لوس اوف ميثيل جروب، لوس اوف ميثيل جروب يعني تلاقي عندك المولوكولار ويت ناقص 33، دي معناها ان انا المركب اللي عندي حصل منه حصل فيه لوس لووتر زائد ميثيل جروب على طول. يبقى انت دول الاربعه ايه؟ الاربعه ميجور فراجمنتيشن باترن فور ايه؟ فور الالكول، سواء كانت برايمري سكندري تيرشري. نرجع تاني للكلام اللي احنا قلناه، كل ده احنا لسه ما دخلناش في السلايدات بتاعت انا بدي لك الفرشه الطويله العرضه دي كلها بحيث سيادتك ما نطولش في الشرح جوه وسيادتك تبقى فاهم الموضوع، ما اقولش لك احفظه على عواهله كده عشان تبقى فاهم الموضوع. ادي عندي ادي كحول اهو، ده عباره عن ايه؟ عباره عن سكندري الكول، ايه الكربون اللي متصله بالاو اتش؟ متصله باثنين كربون اخرين، واحده يمين هذه وواحده شمال هذه. يبقى معنى ذلك عندي هنا دي بقول عليها كربون وكربون، ده ممكن يحصل هنا الفا كليفيتش وممكن يحصل هنا الفا كليفيتش، ادي كربون مع كربون او كربون مع كربون. طيب زي ما سيادتك عارف ده بان ديت هنا الالكايل جروب اللي موجوده هنا دي عباره عن ايه؟ عباره عن ايثايل عباره عن اثنين كربون، ده ديت عباره عن ايه؟ عباره عن ميثايل جروب واحده، زي ما كنا بنتكلم بالظبط في الكربونايل كومباوند. كنت اقول لك اطلع المور او اللارجر الكايل جروب حسب ستيفنز رول علشان اطلع المور ستيبل راديكال، وبالتالي يتبقى عندي مور ستيبل كاربوكاتايون. طيب تمام، يبقى الراجل هطلع الايثايل از راديكال ده باص واي، وممكن اطلع الميثايل از راديكال ده باص واي تاني. لما هطلع الايثايل از راديكال خلاص ادي الايثايل راديكال الجهاز لن يقرأ، يبقى هيتبقى عندي مين دلوقتي؟ سي اتش 3 سي اتش او اتش اهو، سي اتش 3 دي اتش او اتش، ده الراجل ده كان عباره عن ايه يا شباب؟ كربون المتصله بالاو اتش متصله باثنين كربون اخرين، فالراجل ده ازاي اشرح لك لسه هسه؟ كنت بقول لك هيظهر عند كام؟ عند اما على زي 45 اهو، ويحصل له ستابيلايزيشن بالريزونانس، ديت عليها لون بير ودي عليها لون بير، دول يحصل لهم اوفرلابنج هنا، يبقى عند هنا باي بوند ماشي، والشحنه الموجبه هتطلع عند مين يا شباب؟ هتطلع على الاكسجين. اديني سي اتش 3 سي اتش 3 سي اتش دبل بوند او اتش، ونتيجه للريزونانس هيبقى الاكسجين هي اللي عليها الشحنه الايه؟ هي اللي عليها الشحنه الموجبه، وده رايح جاي رايح جاي، حصل له عمليه استابيلايزيشن وده المور ستيبل راديكال. او يحصل بس يبقى ده اللي هيبقى مور استنس، او ده ممكن يكون ده عباره عن البيز بيك، مش لازم بس بقول لك ده هيبقى مور انتنس بيك في عند مين؟ في السكندري الكول عند 45، احسبهم هيطلع لك زي ما شرحت لك قبل كده عند 45. لو عملنا العكس، لو عملنا العكس هكسر من هنا، يبقى الميثيل هي اللي هتطلع از راديكال، الكربونه دي هتاخد الكترون طبعا مع الراديكال كاتايون اللي موجود هنا زي ما قلت لك اهو اللي هو ده اهو اللي هو ده، يبقى الراجل ده هياخد الكترون نتيجه ان انا هعمل كليفج لهذه البوند بريك داون، يبقى ده هتاخد الكترون بالهيموليتيك كليفج، ده هتاخد الكترون من هنا مع هذا الالكترون ويديني هذا الايه؟ ويديني هذا الاستراكشر. هتيجي تحسب الراجل ده هو عباره عن 45 زودت عليه ميثيلين جروب زودت عليه 14
ب 14 زائد 45 هتدي لك كام؟ هتدي لك ام على زي ات 59. طيب نفس المركب اللي موجود عندي ده ممكن يحصل فيه، تلاقي عندك فراجمنت طالع نتيجه لمين؟ نتيجه لعمليه الدي هيدريشن. الدي هيدريشن هيجي منين الدي هيدريشن؟ هذه الاو اتش هتفقد انشطه، هتفقد الكترون منها تديني راديكال كاتاين، يبقى ده عباره عن الموليكولار ايون بيك. الراجل ده حصل له فيرزر فراجمنتيشن. هذا طبعا ده بيحصل الاول، هتيجي تقول لي ده ما انت بتقول يا دكتور ان هو ما بيظهرش على الجهاز، هقول لك الاستابيليتي بتاعته كلش قليله، اول ما بيتكون يفقد ميه يظهر عندك ده، يبقى هو فين اصلا؟ مش هتشوفه، ولو شفته هيكون الانتنس بتاعته كلش قليله، كلش ايه؟ كلش قليله، لان هو بيديني مور ستيبل، مور ستيبل راديكال كاتايون. شبيه بمين؟ شبيه بالالكين. شبيه بمين؟ شبيه بالالكين. طيب يبقى الراجل ده قلت لك اللون بيقعد ده هيفقد الكترون. انا عندي هنا سي اتش 2، سي اتش 2 دي معناها ايه؟ انا عندي هنا سي اتش وعندي هنا اتش، زي ما شرحت لك قبل كده، الاتش مع الاو اتش البوند ديت هتتكسر، ده هتاخد الكترون وده هياخد الكترون، ماشي، مع الالكترون اللي هنا اللي هو الراديكال كاتايون، دول مع بعض، وبعد كده يخرج از ايه؟ از ووتر، يحصل عمليه دي هيدريشن، ويبقى عندي هنا الكترون وعندي هنا شحنه موجبه. هو الشكل اللي قدام حضرتك، هو الشكل اللي قدام حضرتك ده، دي في الحاله اللي احنا اشتغلنا فيها ديت اللي هو ده، اللي هو ال 56. او ممكن الهيدروجين هيفقد من هذه الميثيل جروب، هذه الميثيل جروب برضه نفس الكلام، من هفقد هيدروجين من هنا مع الاو اتش هفقد ميه، هيدي لك نفس البيك بالظبط 56 56. بس احنا لما كنا في سنه اولى وبنعمل عمليه بريباريشن او سينسز للالكين، للالكين كان بيفقد منين الهيدروجين عشان اعمل عمليه دي هيدريشن؟ في وجود سترونج بيز واكون هنا دبل بوند. كنت بقول لك في عندي قاعده اسمها زيت زفرول، زبور جيتس بورر، زي وزيكم كده، الفقير بيصبح اكثر فقرا. زبور جيتس بورر، انا عندي هنا دي بيتا كاربون، هي اللي هي بعد الالفا، مش دي الفا اللي ماسكه في الاو اتش، وديت بقول عليها بيتا كاربون اهو. ديت الكربونه ديت عليها كام هيدروجين؟ عليها 3. الكربونه دي عليها كام هيدروجين؟ عليها 2. عشان كده بقول لك، بقول لك زبور جيتس بورر، اللي عنده عدد كربون اللي عليها عدد ذرات هيدروجين اقل هي اللي هتفقد الهيدروجين. هو الحزين حزين طول عمره، ماشي، هو الضعيف كده، الضعيف هو كده، هو اللي يستحمل. هنفقد الهيدروجين منين؟ من الكربونه، الكربونه التي تحتوي عدد اقل من ذرات الهيدروجين. انما سواء هذا او ذاك، الام على زي هتطلع كام؟ 56، لان كل ما هنالك انا فقدت منها هيدروجين مع الاو اتش، فقدت 18 ماينس 18، وهنا سواء من الهيدروجين ديت مع الاو اتش برضه ماينس 18، مش هتفرق حاجه. ولكن كنت بقول لك في الالكين، طبعا مش فاكرين انتوا اي حاجه، الراجل دوت اللي بيكون دهوت مور ستيبل، اللي بفقده من الكربون اللي بتحتوي عدد اقل من ذرات الهيدروجين، لانه بقول لك عليه مور سبستيتيوتد الكين. انا عندي كربون دبل بوند، كربون هنا مستبدل عليها هيدروجين ومثل، وهنا مستبدل هيدروجين ومثل، طب ديت عندي اثنين هيدروجين، يعني ان سبستيتيوشن، اثنين هيدروجين وعندي هنا الكايل جروب واحده، فمين اللي مور ستيبل؟ لما يكون عندي دبل بوند وهذه الدبل بوند الاثنين كربون اللي عاملين للدبل بوند بتوع الالكين، يكون عليها كل ما كان عليها مجموعات الكايل اكتر، كل ما كانت مور، بيقول عليها مور سبستيتيوتد، وبالتالي مور ستيبل. ديت هنا عندي الكربونه ديت عليها ميثيل، والكربونه دي عليها ميثيل، يبقى عندي هنا اثنين الكايل جروب، اثنين الكايل جروب. ده بان عندي هنا كام الكايل جروب؟ دي اثنين. ده بان عندي هنا كام؟ ديت ما فيش سبستيوشن خالص، سي اتش 2 عندي هنا كام؟ واحده، اللي هي البروبين، يبقى الاثنين افضل من الواحده، يبقى ده مور سبستيوتد، يبقى مور ستيبل. ولكن كرقم كام على زي كفراجمنت، الاثنين واحد، هيظهروا ايه؟ هيظهروا عندهم عند ام على زي 56. 56 يبقى اول حاجه عندي الفا كليفج، ثاني حاجه عندي يحصل عمليه دي هيدريشن. نفس الكلام اللي احنا قلناه قبل كده يا شباب، قلت لك اهو ريزونانس ستابلايزد، يحصل هنا الفا كليفج، بعيد لك الكلام تاني، ماشي، يبقى الراجل ده اوكزونيوم ايون،
بحسب لو هو بقى برايمري الكول هيدي لك عند 31، سكندري الكول هيبقى في عند هنا وليكن ميثيل هيطلع عند 45، تيرشري الكول ممكن يطلع عندي لو الاثنين ميثيل هيطلع عند 59 59، يبقى عند 31 برايمري 45 سكندري 59 اللي هو التيرشري زي الفول. ده اللي هو مين بقول عليه اوكزونيوم ايون. يعني ايه اوكزونيوم ايون؟ بيحصل الستابيلايزيشن بالريزونانس والاكسجين تمتلك شحنه موجبه، عشان كده بقول عليها اوكزونيوم. تمام زي الفل. طب هنا ليه كسرنا هنا ما كسرناش هنا اهو؟ لان ديت عندها الكايل جروب كلش كبيره، عند هنا ميس الجروب فقط صغيره القليله. يبقى اطلع منين؟ اطلع الالكايل راديكال اللي كلش كبيره. تمام. قلت لك بعد كده بيحصل لوس للهيدروكسيل راديكال اللي هو 17، ممكن تلاقي عندك ام ماينس 17، يبقى انا فقدت مين؟ فقدت او اتش في الكحولات. فرضا ما اتش 18 لقيتها 17، يبقى او اتش فقدت 18، يبقى فقدت ووتر. سيادتك لقيت نفسك فقدت ام مولوكولار ويت ماينس 1، ام ماينس 1، يبقى معناها ايه؟ معناها ان انا فقدت الاتش يم الالكول فقط، الاو اتش جروب فقدت، الهيدروجين فقط، يبقى ممكن الاقي مولوكولار ويت ماينس 1. يبقى ده يقول، ممكن يقول ان انا عندي مين؟ عندي كحول. يبقى عندي في الغالب لما يبقى الوقت البيك زي ما شرحت لك قبل كده، لما بيحصل فيها عمليه الديهايدريشن هيكون مور انتنس بيك، ممكن يكون بيس بيك او اضعف الايمان هيكون الانتنس بتاعته كلش ايه؟ كلش عاليه. تلاقي عندك المولوكولار ويت مطروح منه 18، طرف ان عندك الكول حصل لوس لمين؟ حصل لوس للووتر. كل ده احنا لسه ما دخلناش في الايه، في السلايدات بتاعت بغداد. عندي هنا ده البروبانول. البروبانول ده عباره عن ايه؟ اول ما تشوفه ده عباره عن ايه؟ برايمري الكول الكربونه اللي ماسكه في الاوتش متصله مباشره بكربونه واحد. قلت لك ماليش دعوه بديت، لو هنا قطر ماليش دعوه بالقطر، اهم حاجه هي متصله مباشره بكام كربونه؟ كربونه واحد. علشان كده الكربونه اللي ماسكه في الاو اتش عليها كام هيدروجين؟ عليها اتنين، عليها اتنين، يبقى ده برايمري الكول. الراجل ده هيحصل عندي الفا كليفج، يبقى ما بين هذه ديت هتاخد الكترون وديت هتاخد الكترون. الالكترون ده مع الالكترون اللي موجود عندي في الراديكال كاتاين بتاع الاو اتش بتاع الاو اديني مين؟ اديني الاوكزونيوم ايون اللي سيادتك شايفه دوت. وعندي كام؟ اهو عند قلت لك بيظهر في البرايمر الكول عندي كام؟ 31 اهو، الاو اتش ب 17 و14 كربون و2 هيدروجين، وقلت هيساوي كام؟ يساوي 31. تمام زي الفل. الراجل ده كله على بعضه كان عباره عن برايمر الكول. الراجل ده البروبانول ده او ان بروبانول او وان بروبانول كان كامل الملوك الرد بتاعه 60 اهو، عندك اهو عند 60 طالع لك اهو بيك صغير. قلت لك بيكون في البرايمري السكند ممكن يكون ليس انتنس بيك، انما في التيرشري الكول بقول عليه نوت ديتكتبل بيك، او بقول عليه ابسنت بيك، ابسنت بيك. واللي موجود في البرايمري والسكند ممكن يكون ويك وممكن يكون مش موجود. هنا مش هتلاقي انتنس بيك عالي مثلا واخد مثلا نسبته مثلا ريلاتيف انتنس بتاعته 20 او 30 او 40 او الكلام ده، ما فيش. يكون كلش قليله او ما فيش اصلا. انما الترشر الكول ماكو اصلا مين؟ ماكو مين؟ ماكو مولوكولار ايون بيك. الراجل ده لقيت عندك بيك طلع عندك عند 42، ده 40 41 42 42 دي معناها ايه؟ معناها ان ال 60 ماينس 18 هيطلع عندك بيك عند كام؟ عند 42 42. يبقى الراجل ده حصل في عمليه ايه؟ يبقى هنا عشان يديني الاوكزونيوم ايون اللي طلع عند 31 ده كان عباره عن ايه؟ الفا كليفج. الفا كليفج. الراجل ده عباره عن ايه؟ دي هيدريشن. تمام، هذا الدي هيدريشن اللي قدام حضرتك اهو. ده بالنسبه للراجل اللي قدامك ده، ده عباره عن مين؟ عباره عن الاوكزونيوم ايون. عباره عن مين؟ الاوكزونيوم ايون، وحصل له عمليه استابيلايزيشن بالريزونانس وطلع عندك ام على زي ات 31. الراجل ده هو نفس الكلام عند الـ OH مع هذه الـ H هنفقد ماي ويديني مين؟ ويديني
الراديكال كاتايون اللي هو مور ستيبل صار له ستابلايزيشن شبيه بالالكين، وهفقد ماي، ويداني بيك عند كام؟ عند 42، يبقى 60 ماينس 18 هو المولوكولار ايون بيك ماينس 18، يداني بيك عند كام؟ عند 42. نخش بقى يا سيدي بقى بعد الايه المقدمه الطويله العريضه ديت، والله ما انا عارف حوالي قد ايه ديت، ما انا عارف بقالنا قد ايه. المهم يعني عشان بس ما نضيعش بقى وقت كتير بقى ايه، نخش في المفيد. ده الهيدروكسي كومباوند زي ما قلت لك كده، احنا خدنا قبل كده الفينولز، هي كانت عباره عن اروماتيك هيدروكسي كومباوند مور ستابلايزد، حتى كان الفينول المولوكولار ايون بيك هو عباره عن البيز بيك، عند هنا الكحولات، وده اخر حاجه عندي في الايه في الماس. قلت لك زي ما قلت لك بقى البرايمر الكول والسكندري الكول بتكون الاباندنس بتاعتهم كلش قليله، وعرفنا ليه. التيرشري الكول نوت ديتكتد، نوت ديتكتد ابسنت، مش موجود عندك المولوكولار ايون، المولوكولار ايون هنا مش ايه مش موجود. وسيادتك عندك في الملاحظات وانت بتذاكر تكتب كل حاجه، وطريقه الفراجمنتيشن لكل كلاس خدناها، بحيث سيادتك تيجي تراجع تبقى الامور عندك كلش سهله وبسيطه، وتربط الناس مع بعضها واللي شبه بعضه تكتبه مع بعضه، بحيث ما تجيش في الامتحان تقعد تفكر لي كده وتقعد لسه قاعد بتراجع اللي في دماغك، لا ما فيش وقت. عايزه كده تخش امتحان الماس وامتحان الاي ار كده ان شاء الله، والامتحان كله تحله كده في نص ساعه ان شاء الله يعني. اهم حاجه هتحله في نص ساعه، بس اهم حاجه يبقى صح يعني. طيب الراجل زي ما بقول عندك كده، عندي هنا ده الكربونه اللي متصله بالاو اتش، حسب هي متصله بايه ماشي. لو دولت اتنين، لو هنا هيدروجين وهنا هيدروجين، يبقى الراجل ده عباره عن برايمري الكول، ديت عباره عن كربون، وديت عباره عن هيدروجين، يبقى الراجل ده عباره عن سكندري الكول. سكندري الكول الكربون اللي ماسكه في الاو اتش هتلاقي عليها هيدروجينه واحده، بمعنى اخر الكربون اللي ماسكه في الاو اتش هتلاقي عليها اتنين كربون. تيرشري الكول يبقى هذه دي عباره عن كربون، وديت عباره عن كربون، وديت عباره عن كربون. هيحصل عندي الفا كليفج، قلت لك او نفس الكلام اللي شارحينه، الفا كليفج يحصل من لابداب دي ميثيل وديت ميثيل وديت، وليكن سي اتش 2 ار، يعني هنا ار وهنا ار مثلا يعني. لو هو عباره عن تيرشري الكول يبقى هكسر من هكسر، اعمل الفا كليفج من هنا، لان ديت هتديني مور ستيبل القيل راديكال، يبقى ده هيخرج. واللي هيتبقى عندي الناس دي كلها تتبقى عباره عن ايه؟ عباره عن اوكسونيوم ايون. ممكن الاثنين ار دولت يبقوا اثنين هيدروجين، تبقى سي اتش 2 او اتش يدي لك عند 31، ممكن يبقى واحده اتش لو هو سكندري الكول، واحده ميثايل هيدي لك عند 45. لو هو تيرشري الكول، الار ديت والار ديت عباره عن مثل ومثل، يبقى هيدي لك اوكسونيوم ايون عند كام؟ عند 59. طيب الراجل اللي بيطلع عند ده بيحصل له عمليه ستابلايزيشن بالريزونانس، اللي هو مين؟ اللي هو الاوكسونيوم ايون اللي طلع عند حضرتك ده. كل الكلام ده شارحينه قبل كده النهارده وفي المحاضرات اللي قبل كده بالتفصيل الممل. يبقى الالفا كليفج هي ان انا بكسر الكربون كربون بوند، اللي هي نيكست لمين يا شباب؟ للاو اتش جروب. كربون كربون بوند نيكست تو هيدروكسيل جروب اوف مين اوف الكول. اكسر هنا وحسب بقى نوع الالكول، يا اما يديني اوكسونيوم ايون عند 31، يا اما يديني عند 45 لو هو سكندري الكول، او عند 59 لو هو تيرشري ايه؟ تيرشري الكول زي ما سيادتك شايف كده اهو. عندك 31 عند برايمري، 45 عندي سكندري، 59 عندي تيرشري. ده ما ممكن تقول لي عندي ايه؟ ده ما ممكن البرايمري او السكندري ما هو ممكن يديني بيك عند 45، ممكن يديني عند 59 ماشي، بس مش هيكون اوكسونيوم ايون. مش هيكون اوكسونيوم ايه؟ اوكسونيوم ايون، ممكن يكون الكايل تشين عندي موجوده، الكايل تشين عندي موجوده طويله. يعني بتكلم لك ده في حاله ان دي ميثل ودي ميثل. طب فرضا دي ايثايل وديت بروبايل، والمجموعه اللي هنا دي اطول من الايثايل والبروبايل، عباره عن بيوتايل، يبقى البيوتايل اللي هتخرج يبقى اللي هيتبقى عندي ده احسبه ماشي. او عندي الكايل راديكال، او عندي الكايل راديكال وحصل عمليه سويتشنج، مكان ما ديت طلعت راديكال طلعت از كاتايون، وهيظهر عندي مثلا بيك مثلا وليكن عند 29 عباره عن ايثايل، او بيك عند 43 عباره عن بروبايل، او حسب ايه وزي ما يكون، او عند 55 او عند 57، يكون زي ايه؟ يكون زي ما يكون. وفي بعض الاحيان يظهر عندك بيك نتيجه ان الكربونه اللي متصله بالاو اتش جروب بيكون عليها هيدروجين، طبعا ده في حاله مين؟ موجود في حاله البرايمري الكول والسكندري الكول.
الكربونه دي ممكن يكون عليها هيدروجين هنا في حاله اثنين هيدروجين في حاله البرايمري، او هيدروجينه واحده في حاله السكندري، ممكن يحصل لص للهيدروجينه دي، او ممكن يحصل لص الاثنين هيدروجين مع لص للاتش اللي موجوده عندي في الاو اتش جروب، فممكن يظهر عندك بيك عند ام ماينس واحد وام ماينس اثنين وام ماينس ثلاثه. يبقى تحط ده في الاعتبار عند ايه؟ عند حضرتك. ادى البرايمري الكل. ادى البرايمر، ادى اللي هو الان بروبانول اهو، 1 2 3 كربون نفس الفا كليفج هيديني اوكزونيوم ايون. عند كام يا سيد؟ عند 31 اهو اوكزونيوم ايون حصل له ستابلايزيشن عند 31. ده برايمر الكل اهو حصل له عند 60 اهوت اللي هو المولوكولار ايون بيج، وكلش نسبته ضعيفه، ويك بيك ليس انتنس بيك. طيب نيجي بعد كده عندي السكندري الكول اهو، سكندري الكول الكربون اللي ماسكه في الاو اتش متصله باثنين كربون اخرين، ممكن تكون دي ميثايل، ممكن تبقى دي ايثايل بروبايل، اهم حاجه ان هم اثنين الكايل جروب، وعندي هنا متصل بكام اتش؟ بتشايه واحده. الراجل ده لو هو ايزو بروبايل الكول وليكن مثلا، وليكن حسب اللي هو النوع اللي موجود عندي ايه، الراجل ده ممكن يكون ايزو بروبايل حسب ما يكون بقى يعني، او اتنين بيوتانول، اتنين بيوتانول مثلا، اتنين بيوتانول انا عنده واحد اتنين تلاتة اربعة، يبقى ده اربعة كربون يعني بيوتا، وفي البوزيشن رقم اتنين يبقى ده بقول عليه اتنين بيوتانول. عبارة عن ايه ده؟ عبارة عن سكندري الكول اهو، لان الاو اتش الكربون اللي متصلة بالاو اتش متصلة باتنين كربون اخرين. وطبعا خلي بالك هنا هي الكربونة ديت بتكون رباعية، فعندك هيدروجين مش مرسوم. طيب ده اللي هيحصل عندي، عندي هنا ميثيل وعندي هنا ايثايل، اكسر منين حضرتك؟ اكسر من الالكايل جروب المور لارجر الكايل جروب علشان تديني مور لارجر الكايل راديكال مور ستيبل. يبقى هنا لما هطير الالكايل جروب ديت هيتبقى عندي اوكزونيوم ايون سي اتش 3 سي اتش او اتش، الراجل ده هيطلع عندي بكام؟ ب 45 اهو بيز بيك. ممكن يحصل عند مين؟ الميثايل ديت اللي تخرج از راديكال، يبقى الباقي اللي عندي ده هو اللي هيبقى اتبقى عندي از ايه؟ از بي از هيبقى عندي بيك بعباره عن كام؟ سي اتش 3 سي اتش 2 او اتش، ويحصل له ستابلايزيشن بالريزونانس اللي هو قدام حضرتك ده. ها ده عند كام؟ ده هيطلع حضرتك عند كام؟ عند 80. يطلع عند كام؟ عند 58 او 59، هيطلع عند كام؟ عند 59، ده عند 59. كنت قلت لك البيك الاولاني لما يبقى عندي 3 ميثايل في التيرشري الكول كنت بقول لك بيطلع عند كام؟ عند 59. ده ما تجيش تقول لي مدى طلع عند 59 عادي، ما الالكايل جروب زي ما شرحت لك ان الالكايل جروب هي اللي كبرت. الالكايل جروب اللي كبرت، لو انا كسرت من الناحيه دي وديت ميثايل هيديني اهوت عند كام؟ عند 45. انما لو عملت من الناحيه الثانيه برضو الفا كليفج الباسوي الثاني هيديني سي اتش 3 سي اتش 2 سي او اتش، ده عند كام؟ عند 59. طيب تمام، ولكن مين اللي مور ستيبل؟ اللي مور ستيبل اللي عند ال 45 اللي هو الاوكزونيوم ايون اللي هو سي اتش 3 سي او اتش، لان كل ما كان الكربوكاتايون مور سمولر يبقى هيحصل له فيرزر فراجمنتيشن صعب، يعني معنى ذلك ان الاستابيليتي بتاعته هتكون كلش عاليه، هتكون كلش ايه؟ كلش عاليه. انما بالنسبه لده ليه ده ما طلعش لابو 59؟ ده هو البيز بيك، لان انا عندي هنا سي اتش 3 سي اتش 2 وهنا سي او اتش، ممكن افقد هنا المثل اهو، هفقد المثل، يبقى اللي هيتبقى عندي مين؟ هيتبقى عندي اللي هو عند ال 45 اللي هو المور ستيبل، اللي ما يحصلش ممكن ما يحصل اللي ما ينفعش يحصل له فيرزر فراجمنتيشن. هل ده هكسر في ايه تاني؟ هكسر في ايه؟ مش هكسر، فخلاص هيفضل زي ما هو. اطلع عندي كام؟ عندي 45. اجل التيرشري الكول اهو، الكربون اللي ماسكه في الاو اتش متصل ادا واحد ادا كربونه وادي كربونه وادي كربونه. يبقى ده عباره عن مين؟ عباره عن تيرشري ايه؟ تيرشري الكول. التيرشري الكول بيقول لك في التيرشري الكول بيقول لك المولوكولار ايون، يعني الراجل ده ما تيجي تحسب هتلاقي المولوكولار ويت بتاعه 116. تيجي تبص عند 116 ما فيش خالص بيك عند 116. شفت الراجل اللي عندنا ده كمان، حتى الراجل ده كان السكندري الكول ده كان عند 74، شفت كده كمان عند 74، شوف كده كان مفيش، يكاد لا يذكر المولوكولار ايون يكاد لا يذكر.
طيب يبقى الراجل اللي عندي ده هو بقى، بص بعد كده في التيرشري الكول اهو حاجه، بص هنا مش موجود خالص اهو، ما فيش حاجه عندي 116 هو المولوكولار ويت. طب الراجل ده حاجه بص كده، بسم الله الرحمن الرحيم كده حاجه بص، هلاقي عندي بقى اول حاجه عندي اني ممكن اكسر هنا اعمل الفا كليفج ما بين هذه الكربون وهذه الميثيل وهذه الكربون وهذه الميثيل، الاثنين دولت شبه بعض، يبقى مفيش عندي الا باص واي تاني. الباص واي التاني ان انا اكسر ما بين هذه الكربون وهذه الكربون اللي هي عباره 1 2 3 4 اللي هي عباره عن البيوتايل جروب، اكسر هنا. لما اكسر هنا اللي هيخرج من 1 2 3 4 هطلع عندي بيوتايل جروب، بيوتايل جروب از راديكال، ويتبقى عندي هنا سي اتش 3 سي اتش 3 او اتش، يعني كانه بالظبط زي الايزو بروبايل. يبقى الراجل ده عندي كام؟ عندي 59 مثل ومثل ب 30، واحط عليهم هنا كربون واحط او اتش ب 17، هتلاقي ذاتك الاجمالي 59 59. ده اللي من ايه البيز بيك ده، من زي ما قلت لك قبل كده شرحت لك ده فين في التيرشري الكل، التيرشري الكل بس على مود ان يكون عندي مين مجموعتين على الاقل من الاثنين القايل جروب اللي ماسكه فيهم الكربونه، اللي ماسكه دايركتلي في الاو اتش جروب تكون عباره عن ميثيل جروب، عباره عن ميثيل جروب. ما هو ما تجيش ديت تبقى ديت بيوتايل وديت بروبايل وتقول لي هيطلع عند 59، ما هتتغير طبعا. الاتوميك ماس او الريلاتيف ماس يم الراديكال اللي هو الاوكسونيوم ايون هتتغير، يعني لو ديت كانت عباره عن ايسايل وديت عباره عن ايسايل، او ديت ايسايل ودي ميسايل هيطلع عندي ب 59، مستحيل. لو ديت ايسايل وديت ميسايل يبقى هزود على الراجل ده 14، لو الراجل ده ايسايل والراجل ده ايسايل يبقى هزود على الناس ديت 8، هزود على ال 59 ديت 28، واحسب حساباتك انت بقى بالاله الحاسبه معاك، بس تبقى مركز وعندك اهم حاجه تبقى مركز كده، هتلاقي الدنيا كلش سهله وبسيطه. هذا البرايمر الكود زي ما قلت لك كده بيحصل عندي عمليه الفراجمنتيشن، بيحصل عندي الفا كليفج، وبعد كده بيديني القايل مور ستيبل القايل راديكال، وممكن القايل راديكال يحصل بعد كده يتحول يحصل له سويتشنج ويبقى عليه شحنه موجبه ويحصل له فراجمنتيشن بالظبط شبيه بالفراجمنتيشن بتاع الهيدروكربون، او ان الراجل ده هوت يفقد ميه ويديني حاجه شبيهه بالالكين، ونفس الكلام يصير عليه نفس اللي كان بيحصل على مين، على الهيدروكربون اللي هو الالكين. طيب قلت لك بيحصل عندي فراجمنتيشن اخر اللي هو لوس اوف ووتر او عمليه الدي هيدريشن او ام ماينس 18، كل الكلام ده شرحه لك في المحاضره بالتفصيل الممل. نيجي قلت لك ممكن يفقد عندي ماي، يحصل عمليه بقى ماي منين؟ قلت لك ممكن يحصل دي هيدريشن عادي من الالفا كربون اللي هي ماسكه في الاو اتش مع البيتا كربون زي ما شرحت لك كده، وحسب زيت الزفرول والكلام اللي احنا شرحناه. ممكن قلت لك في المحاضره في الاول قلت لك ممكن يحصل جاما هيدروجين شبيه بمكليفرتري ارينجمنت بالظبط، وهيحصل فيها لوس برضه للووتر. لوس لمين؟ لوس للووتر. ازاي يا سيدي؟ ادي عندي زي ما قلت لك اهو في الحاله ديت، هنا ما بحسبش بقى الكربونه اللي بعد الاو اتش ديت تقول عليها الفا كربون، بحسب من عند الكربونه الثانيه اقول على دي الفا، في حاله الماكليفرت بقى اللي شبيه بماكليفرت الفا بيتا جاما، وديت تذاكره كويس لان هو ما قالش كلمه ماكليفرت، فما تقولش ده قالوا ماكليفرت ملغي ومش عارف ايه، لا اقرا كويس. كان لو قلت، حتى لو قلت دي الكربون رقم واحد ودي رقم اثنين ودي رقم ثلاثه ودي رقم اربعه، يبقى عشان ما تلخبطش نفسك قول الكربون اللي بعد الاو اتش جروب اللي هي رقم اربعه، هذه الكربون رقم اربعه ديت، يا اما تقول الكربون رقم اثنين الفا بيتا جاما، او اقول واحد اثنين ثلاثه اربعه، يبقى الكربون رقم اربعه عليها اتليست وان هيدروجين، هذا الهيدروجين زي ما شرحت لك قبل كده ده هتاخد الكترون ودي تاخد الكترون، ده هيجي هنا والراجل ده يجي بعد كده يفقد ماي، يفقد ماي اهو يحصل لوس اوف ماي، ويديني الشكل اللي قدام حضرتك ده كانه شبيه بمين؟ كانه شبيه كده بالظبط بمين؟ بالهيدروكربون، شبيه بمين؟ بالهيدروكربون، شبيه بالهيدروكربون. ممكن يحصل له عمليه فيرذر ري ارينجمنت ويفقد مين؟ ويفقد الكين او زي اللي قدام حضرتك ده. هو الراجل ده هيفقد ميه، هيفقد ميه
وفي نفس الوقت هيفقد جزيء من مين يا شباب؟ هيفقد جزيء من الايه؟ من الالكين سي اتش 2، سي اتش 2 زي ما قلت لك في الاول خالص وانا بشرح في الانترودكشن، تقول لك يحصل الفا كليفج، يحصل عندك دي هيدريشن، لوس اوف ووتر ماينس 18، يحصل عندك حاجه شبيهه بماكليفرتري الرينج تايب، ان انا افقد ميه وفي نفس الوقت افقد الكين، دي هتبقى سي اتش 2 سي اتش 2. ماشي يا شباب؟ ويتبقى عند الايه الجزء ده هو اللي عباره عن ايه؟ عباره عن راديكال كاتاين، هو اللي هيتبقى عندك ويظهر عندك راديكال كاتاين. زي ما عشان كده قلت لك مفقد افقد ميه ب 18 وافقد الانسولين ده ب 28، يبقى الراجل ده هيديني كام؟ هيديني 46، يبقى يظهر عندك على طول بيك، تيجي تحسبه تلاقي المولوكولار ويت او المولوكولار ايون ماينس 46، يبقى دي معناها ان الراجل ده فقد ووتر بلس الكين بلس فقد ميه مع اي سيلين، المجموع من الاثنين على بعض 46. قلت لك في انذر ارينجمنت ان هو يفقد ميه اخر مع مثل، دولت مع بعض الميه ب 18 والمثل ب 15، يبقى هتلاقي ماينس 33. تيجي تلاقي المولوكولار ويت منزوع منه منقوص منه 33 وظاهر عندك بيك، تبقى تعرف ان البيك ده ظهر منين؟ ان فقدت ماي مع مثل. هذا عند حضرتك اهو اهو، ده عباره عن ايه؟ عباره عن برايمري الكول اهو، كربونه اللي ماسكه في الاو اتش متصله بكربونه واحده. طيب هو هنا بوضح لك عمليه الدي هيدريشن، الراجل ده عباره عن برايمري الكول اهو، قلت لك هنا ديت ما تعدهاش او عايز تعد اقول عليها 1 2 3 4، او لو هو دي بيقول عليها جاما هيدروجين جاما كربون، يبقى رقم 2 دهيت اللي تقول عليها الفا، يبقى بيتا يبقى جاما، تمام زي الفل. طيب يا سيدي عاوز مني ايه تاني؟ قلت لك لازم اللي هو شبيه بماكليفرت ده عشان افقد ميه، وممكن برضو بعض الاحيان بفقد مع الكين، هذا الرجل اهوت، مش الرجل ده هفقد هنا هيموليتيك كليفج، ده هتاخد الكترون وده هتاخد الكترون، الالكترون على هيدروجين هيجي مع هذا الالكترون، لان الرجل ده اول ما دخل الجهاز حصل له عمليه ايونيزيشن وفقد الكترون من النون بوندنج الكترون، واداني الراديكال كاتايون اللي هو لسه ستيبل اصلا، مع ان ده عباره عن برايمر الكول. بص كده 102، انت عندك حاجه هنا في 102؟ ما هو والله لست ستيبل، الاستابيليتي بتاعته كلش ضعيفه، الراجل ده كلش ضعيف. ايه اللي حصل على طول بعدها؟ اول ما فقد الكترون وحصل له عمليه ايونيزيشن جوه الجهاز، الاو اتش خرجت مع الاتش، فقدت ووتر ماينس ووتر 18، الراجل ده 102، الراجل ده ب 102 102 ماينس 18، يبقى هيدي لك بيتا عند كام؟ عند 84، بيك عند 84، بيك عند 84 ده عباره عن ايه؟ عباره عن المولوكولار ويت يم البرايمري الكول اللي موجود عندي، وفقط حصل لوس اوف ووتر، هتلاقي المولوكولار ويت احسبه سيادتك هتلاقيه 102، ما انت سيادتك الفرد هو مش هعطي لك واعطي لك المركب، يبقى سيادتك لازم تحسبه 102. لقيت بيك عندك اللي ظهر عندك بعد ما حسبته لقيته مثلا بيقول لك عند 84، 84 يعني 102 ناقص ال 84 يعني كام؟ الفرق بينه وبين بعض 18، يبقى ال 18 دي تمثل لحضرتك ايه في التاريخ؟ تمثل عباره عن حصل عمليه دي هيدريشن او حصل لوس اوف ووتر، لوس اوف ايه؟ لوس اوف ووتر، تمام زي الفل. طيب طب سيادتك يبقى ده اللي ظهر ايه؟ اللي ظهر عندك حصل لوس اوف ايه؟ لوس اوف ووتر. طيب ممكن تيجي تقول لي ده بنى عندي دلوقتي الاوكسونيوم ايون، مش ده عباره عن برايمري الكول؟ فين الاوكسونيوم ايون؟ احنا قلنا الاوكسونيوم ايون عند كام؟ عند 31 اهو، عند واحد او واحد طلع عند 31 اهو، 31 اهو، الفا كليفج هنا اهو، ده هتاخد الكترون وتاخد الكترون، يتبقى عندي سي اتش 2 او اتش ويحصل له ستابلايزيشن من عند 31. ده مرض تكتب. طيب بتقول لي ده ما ظهرش از بيز بيك، عادي خالص، ما انا قلت لك ده ممكن يبقى مور انتنس بيك، ممكن يظهر بيز بيك في السمبل برايمري الكول، في السمبل برايمري الكول ده ممكن ايه اللي حصل تاني؟ زي ما سيادتك شايف كده ده فقد ووتر، وممكن ايه تاني كمان يحصل له؟ ان هو يفقد ايه؟ ان الراجل ده هو يفقد سي اتش 2 سي اتش 2،
يعني الراجل ده طلع بكام؟ ب 102، ادي 102 ناقص ال 14 ناقص ال 18 طلع ب 84. ال 84 ده لو فقدنا منه كمان ايثيلين ب 26 ب 28 اللي هو الايثيلين 28، يعني هيفقد ميه ويحصل له ماكليفرتي. يبقى الراجل ده 8 من 14 هتديني كام يا شباب؟ 6، و2 من 7 5، 56. بص كده حضرتك، ده بيجيك عند 56، ده سيادتك عند 55، ده عند 56. ما تقولش لحد على الموضوع ده، ده طالع عند كام؟ ده البيز بيك عند 100%. يبقى هنا حصل دي هيدريشن مع ماكليفرت تايب رياكشن، فقد الايثيلين سي اتش 2 دبل بوند سي اتش 2. يبقى فقدت هنا، قلت ايه يا عم الحاج، فقدت الووتر ورجعت فقدت ايثيلين سي اتش 2 سي اتش 2 ب 28، هتلاقي اللي اتبقى عندي ب 56. 56 ده البيك ده عباره عن مين؟ عباره عن المور انتنس بيك او مور ستيبل بيك، اللي هو طلع عند كام؟ عباره عن 56. 6 وكام؟ 56. يبقى طرحت منه 18 زائد 28، طرحت من 102 46، اتبقى عندي 6 وكام؟ 56. ده نفس الرول اللي احنا ماشيين عليها بالظبط. بيقول لك هنا الاوكسونيوم اين سي اتش 2 او اتش عباره عن 31، بيقول لك موست سيجنيفيكانت، او بقول عليه مور دايجنوستيك، ما بقولش لك ان هو لازم يكون بيز بيك في السيمبل الكي سيمبل الكول برايمري الكول زي البروبانول او الوان بروبانول او البروبايل الكول، بيطلع الايه الاوكسونيوم اين زي ما شفنا قبل كده طلع عند 31، انما ده لازم يظهر عندك اللي هو الاوكسونيوم اين اللي هو عند 31، سكندري الكول عند 45، تيرشري الكول عند 59، يطلع بيز بيك بقى، يطلع عباره عن مور انتنس بيك، بيك ظاهر عندك وواضح ما فيش مشكله، بس ده دايجنوستيك بيك. ما يبقى عندك عند 31 او عند 45 او عند 59، يبقى 31 برايمري الكول، 45 سكندري الكول، 59 تيرشري الكول، في حاله ان الكحول اللي عندي ان الكربون اللي ماسكه فيه او الالكايل جروب عباره عن مثل جروب. بيقول لك بعد كده في عندي حاجه اسمها التربين او التربين الكول، زي ما قلت لك بيحصل عمليه لوس للاو اتش، بيحصل لوس لووتر، وعند في عمليه البرانشنج دهيت بيحصل عمليه لوس لمين يا شباب؟ لوس للميثايل، بيحصل عمليه اثنين ريارينجمنت اهوت، لوس لي الووتر ولوس للميثايل، ده النوع الرابع زي ما قلت لك الفا كليف ده هيدريشن، لوس اوف ووتر، يحصل ماكليفرت تايب رياكشن، يحصل ماي مع فقدان الكين ايثيلين اللي بيساوي ماينس المولوكولار ويت ماينس 46، او عند حاجه زي التربين الكول. كل دي حاجات بيقول لك شبيهه بالتربين الكول، عندي او اتش جرو موجود، الاستراكشر ديت عباره عن حاجه بقول ناتشرال برودكت، خدتوها اكيد في الفارماكوكنز. ده بفقد ماي مع مين؟ مع البرانشنج جروب اللي موجوده عندي، بفقد منها ميثايل. لا يبقى ميثايل مع الاتش 2 او هتلاقي عندك زي ما شرحت لك في الاول هتلاقي المولوكولار ويت ماينس 33، يبقى معناها ان انا فقدت ماي زائد مثل جروب. طب يا سيدي عندك ادالك مثال دلوقتي، يقول لك عندك هنا المثال اللي موجود قدامك ده، قلت لك اما نيجي نسمي اي الكول او اي اورجانيك كومباوند بختار اطول سلسله كربونيه، يبقى 1 2 3 4 دي اطول سلسله كربونيه. اجي اشوف البرانشنج، عندي هنا او اتش جروب وعندي هنا ميثايل، يبقى ابدا الترقيم من هنا 1 2 3 4، يبقى الراجل ده اقول عليه 3 ميثايل 1 اهو بيوتانول، بيوتانول ليه يا سيد؟ اهو لان اطول سلسله كربونيه 1 2 3 4 يبقى بيوتا، اقول 1 بيوتانول او بيوتان 1 اول، وهي واحد بالظبط. طيب يا سيدي عرفنا الاستراكشر، الراجل ده اي نوع من انواع الكحولات؟ عباره اهو الكربون اللي ماسكه في الاو اتش متصله بكربونه واحده، ماليش دعوه بالزنبيل بالقطر اللي ورا ده، ماليش دعوه، انا اهم حاجه هي متصله بمين مباشره؟ بكربونه واحده، يبقى ده عباره عن برايمري الكول. برايمري الكول، برايمري الكول يعني ايه يا سيدي؟ برايمري الكول يبقى لازم تلاقي بيك للاوكزونيوم ايون، ده نتيجه للالفا كليفج عند 31، اها 31 دي 30
دي 31، لحسن واحد بيستعبط يقول لك لا دي 30، لا يا سيدي ديت 31، اللي قدامك دي 31. طيب ايه تاني؟ بص للراجل ده، يبقى ده هيطلع عندي، بس ده مش البيز بيك. طيب الراجل ده عندي سي اتش 2 دي بيتا كربون بالنسبه لديت الفا، وعندي هنا او اتش زي ما شرحت لها قبل كده، يبقى اتش من هنا مع الاو اتش من هنا، هفقد ماي، هفقد ماي يبقى ماينس 18. نيجي نبص كده، الراجل ده المولوكولار ويت بتاعه، المولوكولار ويت بتاع الثلاثه ميثايل 1 بيوتانول ده عباره عن كام؟ عباره عن 88. ده عباره عن كام يا شباب؟ عباره عن 88. ده 88، 88 زي الفل، ماينس 18 يبقى تديني كام؟ 88 اطرح منها 18 تديني بيك عند كام؟ 70. يبقى ده على طول، يبقى ده لصه في ايه؟ شوف انت المولوكولار ايون بيك ما مش مذكور اصلا، مع ان ده برايمري الكول اهو. شوف تقول لك ايه؟ ويك بيك او ابسنت بيك بالنسبه للكحولات نتيجه للاستابيليتي الكلش قليله، كلش ايه؟ كلش قليل. تمام زي الفل. يبقى الراجل ده اللي باين عندك كام؟ اهوت عندي 70، ده اللي يعتبر سيادتك هتشوفه. عندي 70، 70 ده معناه ايه؟ ان ال 8، ما انت هتعرف منين ان ده 88؟ تحسب سيادتك لديت المولوكولار ويت، تحسب لده المولوكولار ويت، 2 ميثايل ب 15 كل واحده ب 15، عندك هنا سي اتش 2 سي اتش 2 كل واحده ب 14، يبقى الاثنين دولت ب 28، الاو اتش ب 17، الكربون مع الهيدروجين ب 13، اجمعهم على بعض بالاله الحاسبه هتلاقوا لسيادتك ان ده 88. هتلاقي عندك البيك اللي ظاهر قدامك ما شاء الله عند 80%، تيجي تبص تلاقي عند 70. دي معناها ايه؟ معناها ان ال 88 فقدنا منها 18، يبقى معناها ان انا فقدت ايه؟ حصل لوس اوف ووتر. يبقى ده معناه ان الراجل اللي عندك ده عباره عن كحول على طول. وايه؟ وايه؟ في الغالب ولقيت عندك بيك عند 31، يبقى الاستاذ ده برايمري الكول. تمام زي الفل. ايه كمان؟ في عندك هنا برانشنج. اين انت؟ فعندك هنا برانشنج، الراجل ده كمان فقد ماي ويفقد من هنا ميثايل من عند البرانشنج. زي الفل. مش كنا بنقول في القواعد الاول خالص على بيبقى عندي برانشنج يبقى كسر بحصل كليفج من عند البرانشنج؟ يعني انا اول حاجه فقدت 18، فقدت ماي، فقدت ماي الاتش ديت مع الاو اتش ديت هيديني الشكل اللي سيادتك شفته كده ده. طيب يبقى هنا ما فيش اتش وهنا ماكو او اتش. كانه بالظبط الراجل ده عباره عن الايه؟ عباره شبيه كانه الكينه اهوت، ديت عباره عن الاليليك كربون، اليليك كربون مش دبل بوند، كربون دبل بوند، كربون كربون، ده الاليليك كربون. الاليليك كربون ديت حاجه من عندها، وافقد ايه؟ وافقد ميثايل، هفقد ميثايل، يبقى هيتبقى عندي سي اتش 2 دبل بوند سي اتش سي اتش سي اتش 3. يبقى الراجل ده كان عندي 70، 70 افقد منها 15، هيتبقى عند بيك عند كام؟ عند 55، عند 55. سيادتك كل باترن فراجمنتيشن باترن لكل كلاس خدناه، سيادتك تكتب ملخص كده زي ما بقول لك كده، بيحصل هنا ممكن فراجمنتيشن كذا وكذا وكذا وكذا، الفا كليفج، يحصل دي هيدريشن، يحصل لوس اوف الووتر زائد الايسيلين، يبقى 18 زائد 28 يبقى هيفقد عندي 46، او ممكن افقد ماي زائد 8 زائد 15 اللي هو ماي زائد الميساي لما يكون عندي برانشنج الكول زي ده. يبقى سيادتك دماغك تبقى حاضره في الامتحان، ما تقعدش تقعد تضيع وقت، يبقى انت داخل جاهز، دماغك تبقى متجهزه على طول على الامتحان، تبقى انت عارف انت بتعمل ايه، ما تقعدش تفكر، تقعد تفكر ده بعزك سنتين ثلاثه وهتأجب غلط. هو ده الكلام اللي احنا شارحينه فوق، ده الراجل المركب اللي عندي دوت ابو 88. هيفقد ماي، ادي عندي هنا الاو اتش مع الاتش من هنا، هيفقد ماي، اكون هنا دبل بوند، زي ما سيادتك شايف كده. ده بقى طلع عند كام؟ عند 70. سيادتك عند 70. بعد كده الراجل ده اهو عندي هنا برانشنج، هفقد ميثايل. اهو اداني ده عباره عن ايه؟ عباره عن اليليك كاربوكاتايون، اليليك كاربوكاتايون. الاليليك كاربوكاتايون احسب بيه لحضرتك كده بعد ما فقدت الميثايل. اهو بقى عند كام دلوقتي؟ 70، 70 ناقص 15 هيديني بيك عند كام؟ عند 55، وده البيز بيك. بيز بيك ليه بقى يا سيدي؟ ان شاء الله. اشمعنى؟ لان يا سيادتك حضرتك زي ما قلت لك في الالكين بيديني الاليل الكربو كاتايون،
الاليل الكربوكاتايون مور ستابلايزد باي الريزونانس. ان الميثايل ديت لما خرجت اتكلت على الله وخدت الرابطه اللي بينها وموجوده وبين السي اتش، بقى عندي السي اتش فقط، الاتش ده حضرتك هو الاتش ده. ثاني، في ناس عندها قصر نظر غريب يقول لك الحاجات دي جت منين، ما هي مكتوبه قدامه. الراجل الكربونه ديت بقى حواليها ثلاث اواصر، حواليها ثلاث اواصر يعني ناقصها واحده، وبناء عليه بقى عليها كومبليت بوست في تشارج. الكربونه ديت بقول عليها الكربونه ديت كربونه رقم واحد، واثنين دولت رقم اثنين ديت بقول عليها فينيليك كربون، جايه من الفينايل، فينيليك كربون. ليش؟ عشان ما نضيعش وقتنا في الكتابه، فينيليك كربون، في اي ان واي ال اي سي، فينيليك كربون. اللي بعد ده الرقم ثلاثه دي بقول عليها الاليليك كربون. الاليليك ايه؟ الاليليك كربون هي الباي بوند دي هتحصل له اوفرلابنج، هتيجي هنا يبقى الكربونه دي هيصبح عليها شحنه موجبه، ويجي عند هنا الدبل بوند ويديني الاستراكشر ده، يبقى حصل له ستابلايزيشن باي ريزونانس، ويديني البيس بيك لانه مور ستابلايزد، مور ستابلايزد. يبقى كل، يبقى اللي حصل عندي هنا ايه؟ حصل لوس لووتر مره اداني 70، وحصل كمان على ابو 70 ده طلع عندي ده اللي شبيه بالالكين، كاني بعمل الكين عادي وبعمل عليه فراجمنتيشن او الاليليك بوزيشن، هيظهر عندي يعني اخد بق ماي. طيب يبقى الراجل ده هيفقد ايه؟ هيفقد ميثايل ويديني الاليليك كاتايون اللي هو عند 55 مور ستابلايزد باي ريزونانس. ده عندي هنا الوان بنتانول، جاب لك تاني برايمري الكول وسكندري الكول، وعندي بعد كده تيرشري الكول. نتكلم على كل واحد من دولت بالتفصيل تاني تاني عشان الحبايب. هنا وان بنتانول، وان بنتانول ده هو يقصد ان انا عندي برايمري بنتانول، وان بنتانول. ادي سيادتك عندك وان بنتانول اهو، بنتانول يعني كام كارب؟ 1 2 3 4 5. قول وان بنتانول يعني لو اتش موجود على الكربون رقم واحد في البنتان، سي اتش 3 دي سي اتش 2، استبدلت هيدروجينه من السي اتش 3 ب او اتش، يعني وان بنتانول كام؟ 88. شوف الراجل ده يكاد لا يذكر، ما هو ما فيش، قلت لك في بعض الاحيان ممكن تلاقي بيك عندك ام ماينس 1، يبقى الاتش دي فقدناه، يبقى ادالك ام عند 87، وبرده كلش ايه؟ كلش قليل، كلش قليل. تمام 88، الكلام لسه قايلينه حالا، لسه قايلينه حالا 88 او اتش. طيب مع الاتش من هنا سي اتش 2 مع الاو اتش افقد مين؟ افقد ماي زي الفل، يبقى عندي كام؟ عند 70. ال 70 اللي خرج عندي زي المثال اللي فات ده بالظبط، شبيه بده بالظبط. بص حضرتك هفقد ميثايل، يبقى اتش 2 او، يبقى الراجل ده كده فقدت كام؟ 15 و18 يبقوا كام؟ 33. تلاقي عندك بيك طلع عند كام؟ عند 55 زي الفل. يبقى سيادتك على طول تبقى عارف الرقم هو جاي لك منين على طول من غير ما تفكر. طيب ايه الارنجمنت التاني اللي ممكن يحصل عندي؟ انا قلت لك عند ممكن يحصل اول حاجه زي ما اتفقنا برايمر الكول، يحصل له مين؟ يحصل له الفا كليفج، المكان ده يحصل فيه كليفج، ده هتاخد الكترون وده تاخد الكترون، مع الكترون من هنا يديني مين؟ يديني الاوزونيوم ايون. احنا اتفقنا في البرايمر الكول بيظهر عند كام؟ عند 31. فين يا سيدي ال 31 على الشرط؟ اها ونسبته برضه كلش عالي، انا طالع حوالي 80%. طيب تمام، يبقى ده ال 31 ده دايجنوستيك لازم يكون موجود بلام برايمري الكول. وفقط وتاني حاجه افقد ماي، كل الفراجمنتيشن بتحصل افقد ماي، لو ايه تاني؟ افقد ماي ومثل طلع عند 55. افقد ماي اللي قلت لك الاول اللي شبيه بماكليفرت، افقد ماي والكين سي اتش 2 سي اتش 2 اهو، يبقى هفقد ده سي اتش 2 سي اتش 2 مع الماي، هيتبقى عند مين؟ هيتبقى عند الجزء ده. الجزء ده بكام؟ الجزء ده ب 42، الجزء ده ب 42، 3 كربون سي اتش 3 سي اتش سي اتش 2. اطلع عدهم حضرتك هتلاقي طلع عند كام؟ عند 3، عند 42، وده عباره عن البيز بيك، عباره عن البيز بيك. يبقى ده جه منين؟ ان انا فقدت ماي مع مين؟ مع اي سي لين. فقدت 18 مع 28، 18 و28 زي ما شرحنا قبل كده عباره عن 46، اطرحهم من ال 88
اللي هو المولوكولار ويت اللي موجود عند ال 88 اهو، 6 من 8 2 و4 من 8 4 يبقى 42. غير ما سيادتك تقعد تفكر في الامتحان، ما فيش وقت سيادتك تقعد تفكر. انا عايز سيادتك تخش جاهز على طول، تخش بوشك على طول في الاجابات من غير ما تبص للاسئله. ما انت عايز الاسئله في ايه؟ انت اصلا عارف الاجابه. حلو قوي، ده هيخش على الاجابات من غير الاسئله. صوبة صوبة. يبقى الراجل ده بقى زي الكلام اللي احنا شرحناه فوق بالظبط، يبقى ممكن هيفقد البيوتايل الكبيره دي كلها، البيوتايل ديت عشان يديني الاوكزونيوم ايون، وممكن هيفقد الماي مع الميسايل، هيفقد 33، او الماي مع الايسيلين بماكليفارت تايب رياكشن، ويديني بيك عند 42 اللي قدام حضرتك ده، هو تومور ستابلايزد. ماشي يا شباب، ويديني مين؟ ويديني البيز بيك. بروبانول نفس الكلام، الكلام ده شرحينه قبل كده. بروبانول اهو برايمري الكول، الفا كليفج هيديني ده اوزونيوم ايون، حصل له ستابلايزيشن بالريزونانس. عند كام يا سيدي؟ عند 31. وممكن يديني بيك عند 29 اللي هي تحصل سويتشنج وتطلع دي ان ايه صايل عند 29. ايه كمان يا سيدي؟ ده عباره عن كحول، يبقى اللي شبه ده لازم يفقد مين؟ هيفقد ماي، يبقى الاو اتش مع الاتش هفقد 18. ده بالراجل ده كان 60، 60 ناقص 18 يديني بيك عند كام؟ يديني بيك عند 42. 40 41 42. تيجي تقول ده هيفقد مثلا، يحصل له ماكليفارت تايب رياكشن ويفقد ايسيلين، اقول لك انت راجل هندي. ليه؟ تقول لي ليه برضه؟ هقول لك لان انا عندك قلت لك لازم يكون عندي كام كربون؟ 4. 1 2 3 في عند 4 ما فيش، يبقى ما ينفعش اني افقد ايسيلين. ماشي يا شباب، نفس الكلام في الوان بيوتانول ده، هتيجي تبص برضه عباره عن برايمري الكول، يبقى هتلاقي عندك بيك، وهتلاقي كل الفراجمنتيشن اللي احنا قلنا عليها موجوده عندك. هتلاقي عندك طبعا، هتلاقي كل البيك بتاعته اللي هو المولوكولار ايون بيك كلش ضعيفه او مش موجوده اصلا، وهتلاقي بيك عندك عند 31، وهتلاقي بيك عندك عند ممكن 29 يطلع لك ايه صاير، وممكن تلاقي بيك عندك عند طبعا عند ال 31 هتلاقي كلش دياجنوستيك بالنسبة لمين يا شباب؟ ليه؟ لأنه عبارة الوان بيوتانول 4 كربون، والكربون رقم واحد عليها زي ده بالظبط، زود هنا كمان سي اتش 2، ده وان بروبانول، ده عبارة عن وان بيوتانول، وتمشي زي الحاجات اللي احنا قلنا عليها بالظبط. بس هنا على فكرة الوان بيوتانول بقى هيختلف ايه؟ لما اقول لك وان بيوتانول بقى عندي هنا كام كربون هنا؟ قلت لك زود على ده سي اتش 2، يبقى الراجل ده ممكن يحصل في ايه زيادة؟ ها؟ لما اقول لك دي كربون 1 2 3 4، يبقى ممكن يحصل هيحصل في الفا كليفج، ويديني الاوكزونيوم ايون عند 31. الراجل ده هيحصل فيه ديهايدريشن اوف ووتر، هيبقى ماينس 18 ويديني بيك ماينس 18. الراجل ده ممكن يحصل فيه، هيحصل دي ماينس 18 ماينس ووتر وماينس ايسيلين ماكليفارد تايب رياكشن. ماشي يا شباب، واللي بتبقى عندك هيطلع عندك اسبي. يبقى سيادتك ايه؟ كل الفراجمنتيشن هتظهر ايه عند حضرتك؟ إن شاء الله ده المحاضرة دي يعني مش ناوية تخلص. ما علينا. طيب بص حضرتك، بقول لك دلوقتي عندك ده 2 بيوتانول، 2 بيوتانول، أو بقول عليه دي 2 بيوتانول، يعني هنا سكندري الكول. سكندري إيه؟ سكندري الكول، تمام أوي. سكندري الكول أو سكندري الكول إيه؟ عندي هنا الكربون اللي ماسكه في الاو اتش المتصله منها بكربون مش مالها كربون. نفس الكلام هنا، دي برضه ده اسمه ده 2 بنتانول، ده برضه اسمه ده اسمه 3 بنتانول. لما اجي اعد من هنا واحد بختار اطول سلسله كربونيه، 2 3 4 5، 5 كربون يعني ايه؟ يعني بنتان اهو. في البوزيشن على الكربون رقم 2 سي اتش 2، استبدلت هيدروجين باو اتش اهي، اسمه ده اسمه 2 بنتانول. الراجل اللي قدامك ده اسمه ايه؟ وهختار اطول سلسله كربونيه، 1 2 3 4 5، سواء عديت من اليمين هيبقى 1 2 3، عديت من الشمال 1 2 3، يبقى كده اسمه 3 بنتانول. بس هو يقصد بالاثنين بنتانول دي ان هو سكندري الكول. ماشي يا شباب، سكندري ايه؟ سكندري الكول. هو سواء ده 2 بنتانول او 3 بنتانول، ده سكندري وده سكندري اهو، يعني
الكربون المتصلة بالاو اتش، هنا في هنا كربون وهنا كربون، يبقى ده عبارة عن سكندر الكون، سواء كان 2 بنتانول او سواء كان 3 بنتانول. بقول لك يا سيدي ده هنا بيقول لك سبستيتيوتد، سبستيتيوتد المفروض يقول سكندري بنتانول، لأحسن كلمة 2 بنتانول بالمنظر ده، 2 ديت ما تعنيش سكندري، ديت تعني إن الأو اتش موجود على البوزيشن رقم 2. المهم فعند الراجل ده والراجل ده، إزاي تفرق تعمل ديفرنشيشن بتوين التو بنتانول أند 3 بنتانول، مع إن الاتنين يشتبهوا مع بعض، هم عبارة عن إيه؟ عبارة عن سكندري الكل، سكندري الكل، الكربون اللي متصلة بالأو اتش متصلة باتنين كربون آخرين. تمام، الراجل ده دولت ايزومر لبعض، بص كده الاثنين بنتانول، سواء البنتانول عموما، الراجل ده عند هنا مثل وعند هنا مثل، عند هنا مثل وعند هنا مثل، بس هنا المثل ديت في الثلاثه بنتانول، الاثنين ميثايل موجودين هنا في البوزيشن رقم 2، لو قلت دي رقم 1 2 3 4 5 موجودين على 2 موجودين على 4، هنا بالنسبة لده موجودين الميثايل فين؟ موجودين على 1 2 3 4 5، موجودين على 3 وموجودين على الكربون رقم كام؟ 4. إنما سيادتك لو حسبت المولوكولار ويت لهذا ولذاك الأيزومر هتلاقي الاثنين هما نفس، لأنهم نفس عدد ذرات الكربون ونفس عدد ذرات الهيدروجين وعدد ذرات الأكسجين. تفرق سيادتك بينهم وبين بعض إزاي؟ قول لي بقى يا سيدي إزاي؟ ماشي جميل قوي، عادي جدا، ده عز الطلب. تعالى يا سيدي، مش ده سكندري الكل، وادي الاو اتش الكربون اللي جنبها مع الكربون اللي بعدها ديت، كسر هنا كسر هنا او تكسر هنا مش فارقه، دي مثل ودي مثل، هتكسر هنا هيدي لك ايه في الحاله ديت؟ هيدي لك هنا، ده هيطلع ميثايل راديكال ماشي، ويتبقى عندي سي اتش 3 كربون او اتش سي اتش 3 سي اتش 3 بس كده. لا سوري مش الكربونه دي، الكربونه هذه الكربونه هي اللي هي الالفا مع الكربونه اللي جنبها مع الكربونه دي، حاجه اكسر اكسر هنا، يبقى الراجل ده هيديني ايه؟ هيديني ان دي هتاخد الكترون، ديت هتاخد الكترون، الالكترون ده بعد ما كونت الاو ديت النون بوندنج الكترون خرج منها الكترون، هيبقى عندي هنا الكترون مع هذا الالكترون هيعمل له دبل بوند، ويبقى عندي هنا شحنه موجبه، كان ده عباره عن مين؟ عباره عن الاوكزونيوم ايون. الاوكزونيوم ايون ده عباره عن ايه دلوقتي؟ او اتش كربون كربون سي اتش 3 سي اتش 3، وسيادتك تحسبه. اجي بقى للاخ الثاني ده اللي هو 3 و4 ميثايل 2 بنتانول، الراجل ده هنا الاو اتش، هنا الاو اتش، عند هنا ميثايل مجموعه صغيره، وعندنا كل ديت مجموعه القايل لارجر القايل جروب، المور ستيبل ان انا اطلع اللارجر الكايل جروب، يعني الكربون دي بقى دي هتاخد الكترون وديت هتاخد الكترون، وكل المجموعه دي كلها هتطلع از راديكال مور ستيبل، مور ستيبل، يتبقى عند مين؟ سي اتش 3 سي دبل بوند او اتش، ويحصل لها ستابيلايزيشن بالريزونانس، ده هيديني اوكزونيوم ايون عند كام؟ عند 45، عباره عن كام؟ عباره عن سي اتش 3 سي دبل بوند او اتش سكندري الكل اهو 45. ها الراجل ده بقى حضرتك بقى ده هيدي لك عند 45، ده لما كسر هنا ده هيدي لك عند 45، مفيش 45 هيدي لك اكبر، هيدي لك اكبر، زود ده شوف ده عباره عن ايه؟ او اتش كربون سي اتش 3، هنا عندي هنا او اتش كربون كربون سي اتش 3 سي اتش 3، وهنا دولت على مسافه دولت من يمين زي الشمال، لو كسرت من هنا زي ما اكسر من هنا بالظبط،
الكليفج، لان ده عباره دولت ايدنتيكال لبعض، كربون سي اتش 3 سي اتش 3، كربون سي اتش 3 سي اتش 3، فالجزء الالكالي اللي على اليمين زي الجزء الالكالي اللي على الشمال بالظبط. ها، يبقى ده طبعا هيكون النسبه بتاعته كبيره، يا رقم يعني كبيك، الام على زي بتاعته هتكون اكبر من مين؟ من ال 45، يعني الاثنين ايزومر لايه؟ لبعض. يبقى انا كده بالماس عرفت افرق ما بين الاثنين. ما حدش يقول لي قبل كده الايزومر، كنت بقول لك لما اكون عندي في الالكين اللي هو السيس والترانس، اللي هي جيومتريكال ايزومر، سيس وترانس، ما كنت اقول لك ما بعرفش افرق بينه وبين بعض بمين؟ بالماس. كنت افرق بينه وبين بعض طبعا زي ما انتوا خدتوا في الايه؟ في الان ام ار. انما بالماس ما تعرفش، انما الايزومر اللي شبه دولت تفرق بينهم وبين بعض مين؟ بالماس، عن طريق انك انت هتطلع مين؟ هتطلع البيز بيك او تعمل الالفا كليفج، هيدي لك اتنين بيك مختلفين عن بعض خالص، مع ان المولوكولار فورمولا او المولوكولار ويت للاتنين شبه بعض بالظبط. طيب تمام، نيجي بقى للاتنين بنتانول نفسه، ادي واحد اتنين تلاته اربعه خمسه، يبقى بنتان، وده في البوزيشن رقم اتنين، قلت لك اتنين بنتانول، ده زي ما هو كده انسبستيتيوتد، غير دول خالص، دول كده ايزومر لبعض، سبستيتيوتد سكندري بنتانول. يبقى الراجل ده زي ما انت شايف كده، ايه اللي هيحصل؟ انا عندي ممكن اعمل الفا كليفج وممكن الفا كليفج، طبعا الباس واي ده ان انا اطلع الجزء ده كالكايل راديكال هيبقى مور ستيبل لان عدد الكربون كتير، يبقى هتبقى عندي سي اتش 3 سي او اتش اوكزونيوم ايون عند كام يا سيدي؟ عند 45 كبيز بيك، ماشي زي الفل. طيب ايه تاني ممكن يحصل عندي؟ ان الراجل عندي انا عندي هنا الاو اتش، يحصل عمليه ايه؟ يحصل عمليه دي هيدريشن، اللي هي الحاجات اللي هي البوسيبيليتيز ان هي ممكن تحصل عندي في الفراجمنتيشن باترن، يعمل الكول سيادتك تطبقها. عند هنا او اتش، عند هنا سي اتش 2 اتش من هنا مع الاو اتش، اعمل الكين واطلع ماي، او حتى من الاتش ديت مش هتفرق، عندي الاتش ديت مع الاو اتش ديت هيدي لك نفس الفراجمنت بنفس الايه؟ بنفس الماس بتاعته. يبقى عندي بيك، عند اشوف الملوك عند 88 ناقص 18، 88 ناقص 18 يبقى اديني بيك عند كام؟ عند 70. اها عند 70. طيب ممكن ايه تاني يديني؟ اجي ابص كده، انا عندي الكربونه ديت اللي ماسكه في الاو اتش كنت بقول لك عليها رقم واحد، ديت رقم واحد، اتنين تلاته اربعه، يبقى عندي هنا جاما كربون على هيدروجين، اتليست وان هيدروجين، عندها ثلاثة هيدروجين، يبقى الراجل ده ممكن يفقد ماي ويحصل عملية ري ارينجمنت ان هو يفقد ماي مع ايسيلين، يبقى مية مع ايسيلين، قلت لك بيعملوا كام؟ هيعملوا 46، 46 اطرحهم من ال 88 حضرتك هيطلعوا كام؟ هيطلعوا 42. هل عندك بيك عند 42؟ بيك عند 42 اهو، بس كلش قليل مفيش مشكلة. طيب يبقى اللي طلع عندي هنا البيس بيك اللي هو مين؟ الاوكزونيوم ايون، بعد ما خرجت واحد اثنين ثلاثه اللي هي البروبايل جروب ديت وكسرت من هنا، ده اللي طلع عندي الاوكزونيوم ايون اللي هو ابو 45. طيب عندي ميثايل، ميثايل سواء هذه او ذاك، يبقى ماي زائد ميثايل يبقى ب 33. 33 اطرحهم من ال 88 يبقى سيادتك هيطلع عندك بيك عند 5 8 5 1 3 يطلع عندك بيك عند 55، يبقى 33 اطرحهم من ال 88 اهو، 3 من 8 5 و3 من 8 5 يطلع بيك عندك عند 55، ادي بيك عند 55. ماشي يا شباب، يبقى كل حاجه كل سهله وبسيطه، بس انت كده تشغل دماغك، واللي هي الفراجمنتيشن باترن انا قايلها لك في اول المحاضره، الفا كليفج ده هيدريشن لوس اوف ووتر ماينس 18، وقلت لك الالفا كليفج اكسر من عند الالكايل جروب اللي تطلع لي الالكايل جروب الكبيره اللي يكون مور ستيبل. الكلام ده كله ثابت في كل اللي احنا قلناه. بعد كده عندي افقد ميه مع ميسايل ري ارينجمنت، او افقد ميه مع مين؟ مع ايسيلين اللي هي ماكليفرت طيب راش او ري ارينجمنت. الراجل اللي هو بقى ده عباره، مش ده بقى مش اثنين بنتانول بقى، ده هو اقصد لك ده، اقصد ان هي سكندري، اخونا بتاع بغداد ده يقصد ان هي سكندري، انما ده مش اثنين بنتانول، ده كده اقول عليه ثلاثه بنتانول، ثلاثه بنتانول. وكمل انت بقى حضرتك الاسم اهو، الكربون واحد واحد اثنين
ثلاثة، أربعة، خمسة. حضرتك أدي الكربونة ودي الكربونة، الاتنين دول ايدنتيكال لبعض، هكسر من هنا الكربونة والكربونة ديت، ماشي؟ في الحالة ديت إيه اللي هيحصل عندي؟ اللي هيحصل عندي حاجة أكسر هنا ديت، بين الكربون دي والكربون ديت هتديني الأوكزونيوم أيونس H2، وأفقد مين؟ وأفقد الإيسايل، هفقد الإيسايل ماشي؟ أو ممكن عندي بحفقد الإيسايل هيديني بيك عند كام؟ ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن سكندري. الراجل ده هفقد الإيسايل هيديني بيك عند 52. هو حسب بقى مين؟ حسب الإيه؟ حسب الألكايل جروب اللي موجود، إيه اللي موجود عندي؟ عند 59. الراجل ده ممكن هيقف عند كده؟ لا، ممكن ال 59 ده يفقد ميثايل. الراجل ده ممكن يفقد عندي، عندي هنا ممكن يحصل له عملية دي هيدريشن. أنا عندي هنا أو اتش، وعندي هنا سي اتش 2، وعندي هنا اتش، وعندي هنا اتش، يبقى الاتش مع الأو اتش هفقد ميه، يطلع بيك عندك عند 41. تمام زي الفل. وطلع عندي هنا بيك لما فقدت الاي سايل، هو ده الكربونه دي والكربونه دي، هفقد من هنا سواء دي او ديت، الاثنين زي بعض، يبقى ممكن هفقد ديت الاي سايل ديت. الراجل ده 88، 88 ناقص الاي سايل، الاي سايل ب 29، 88 يا شباب هيطلع عندك بيك عند كام؟ عند 59. 59 ده اللي هو الاوكزونيوم ايون اللي طلع عند حضرتك ده، ده عباره كان عندك، عندك عباره عن مين؟ عباره عن البيز بيك، عباره عن البيز بيك. هتيجي تقول لي يا دكتور ما ده عباره عن سكندري، ازاي ما اداش ليا اوكزونيوم، ما اداش ليا عند 45؟ اقول لك هجيب لك 45 منين؟ انت عندك يمينها اي صايل وشمالها اي صايل، انت عارف لو كان عندك ميصايل جروب واحده فقط كانت لك 45، لما انت عندك اي صايل يمين واي صايل شمال، فهنا اتغير الاوكزونيوم ايون. انت كده زودت على ال 45، على ال 45 زودت على 14، مش لو كانت ديت سي اتش 3 فقط وديت او اتش كان هدي لك اوكزونيوم ايون ب 45، طب انا عندي هنا سي اتش 2 زياده، يبقى 45 زائد ال 14 ادي لحضرتك كام؟ 9 وكام؟ 59. عايزك تبقى فاهم ما انتش حافظ. فحسب مين؟ حسب الالكايل جروب اللي موجوده عند حضرتك. الراجل ده ممكن يحصل هنا بعد ما يديني ده يفقد كمان الايسايل جروب اللي موجوده عندي ديت، ويدي لك بيك عند كام؟ عند 31. يدي لك بيك عند واحد وكام؟ 31، ان هو يفقد الاثنين ايسايل. هنا نفس الكلام اللي احنا قلناه قبل كده يا شباب، لما يكون عندي ده لو عندي عباره عن تيرشري الكول، تيرشري الكول عندي يعني كربونه اللي ماسكه في الاو اتش متصله بثلاثه كربون اخرين، هفقد من الكلام اللي احنا عارفينه، هفقد مجموعه الالكايل اللي هي عباره عن المور ستيبل الكايل راديكال، اللي هي الالكايل جروب الكلش كبيره، المور لارجر الكايل جروب، ويتبقى عندي اوكزونيوم ايون. قلت لك لو الثلاثه دولت عباره عن، لا يعني ديت الكبيره هتخرج اللي هي الار 2 برايم 2 داش دولت، وديت عباره عن ميسايل، وديت عباره عن ميسايل، يبقى الاوكزونيوم ايون اللي هيتكون عندك ده هو بيساوي كام؟ بيساوي 59. ماشي، حسب الايه؟ الالكايل جروب اللي موجوده عندك، ويديني اوكزونيوم ايون ب الالفا كليفج مور ستابلايزد باي الريزونانس. نفس الكلام اللي قلته لك قبل كده، يحصل دي هيدريشن، يبقى الفا كليفج اهوت اوكزونيوم ايون، يحصل له دي هيدريشن يفقد 18، يحصل له ماكليفرت تايب ري ارينجمنت، يبقى هيفقد ماي زائد الكين، ماي زائد الكين، ماي زائد الكين ده يعني ايه؟ زائد السيلين، يبقى هفقد كام؟ هفقد 46. وممكن يفقد عندي ماي زائد ميسايل، حسب مين؟ حسب اللي موجود ايه؟ حسب اللي موجود عند حضرتك. ده بقى مش ثلاثة، ده هنا يقصد بثلاثة ديت تيرشري، 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 تيرشري يعني ايه؟ يعني الكربونه اللي متصله بالاو اتش متصله بثلاثه كربون اخرين. شفت المقدمه اللي انا قلتها لك؟ كلش مهم. طيب الراجل ايه اللي هيحصل؟ الالفا كليفج ايه اللي هيحصل؟ اهو انا عندي مين دلوقتي؟ عندي ميسايل،
ناخد بق ميه. يا شباب ديت ايصايل CH2 CH6، وعندي هنا ميصايل وعندي هنا ميصايل. هفقد رقي الغروب التي تحتوي على اكبر من ذرات الكربون، يبقى هفقد الايصايل. ماشي يا سيدي، لما افقد الايصايل بعد كده هفقدها، هيبقى عندي هنا الكترون، مع الالكترون اللي جاي من هنا من الراديكال كاتاين هيديني ده، يديني اوكسونيوم ايون سي او اتش، هنا سي اتش 3 سي اتش 3، يبقى الراجل دوت حضرتك هقوم عليك هيدي لك بيس بيك، هودي لك فراجمنت عند 59 زي ما شرحت لك في الاول. ليه 59؟ لان دي ميصايل ودي ميصايل، لو ديت ايصايل وايصايل وديت بروبايل يبقى اكيد ده هتتغير، هتزود عليه 2 سي اتش 2، هتبقى هتزود على الرقم ده هو تزود عليه 28. انا بتكلم بقول لك 59 من الاول خالص على مود ان ديت عباره عن 2 ميصايل. طيب يا سيدي، طب لو هم الثلاثه كلهم ثلاثه ميصايل خلاص ما ايه المشكله، هفقد واحده من ميصايل يبقى الباقي برضه 59. يعني لما فيش واحد منهم اكبر من الالكايل جروب اكبر من الثاني يبقى خلاص هفقد اللي موجود، بقى برام كلهم شبه بعض عايدين تكل لبعض. طيب تمام زي الفل. الراجل ده ممكن ايه تاني؟ ممكن سيادتك الراجل ده لو جيت احسب الراجل ده 88. طيب ممكن ايه تاني ممكن يحصل؟ برضه معادي ممكن يحصل هنا الفا كليفج، دولت الاثنين ميصايل زي بعض، ما هو ده باث واي وده باث واي، ولو الميصايل ديت مختلفه مثلا بروبايل كان هيبقى عندي ثلاثه باث واي للالفا كليفج عشان يديني ثلاثه اوكسونيوم ايون، بس اللي هيبقى مور ستيبل اوكسونيوم ايون مور ستابلايزد باي الريزونانس اللي بيحتوي على الكايل جروب كلش قليله كلش قليله. طبعا هنا ميصايل وهنا ميصايل فالاثنين شبه بعض، هيحصل بباص واي تاني، هعمل الفا كليفج تانيه، هفقد مين؟ هفقد واحده من الميصايل هذه اللي موجوده عندي، هذه الميصايل او هذه الميصايل، هفقد الميصايل يبقى هتبقى عندي مين؟ هتبقى عندي سي اتش 3 سي اتش 2 سي او اتش سي اتش 3. اهو الراجل ده بكام؟ ب 73. 73 ده يعني ايه؟ الراجل ده ذات نفسه ب 88، اغلبيه الحاجات اللي عندي كلهم ايزومر لبعض وكلهم شبه بعض وكلهم ب 88، اغلبيه ب 88. 88 ناقص 15 يطلع عند حضرتك كام؟ يطلع عند حضرتك بكام؟ ب 73 اهو ناقص 15. ده عباره عن ايه؟ عباره عن الفا كليفج سواء من هذه الميصايل او هذه الميصايل. طيب ايه تاني اللي ممكن يحصل عندي؟ ايه اللي ممكن يحصل عندي؟ اخونا ابو 73 ده، ابو 73 ده عندي هنا الايصايل ديت ممكن تفقد ديت ميصايل، هيطلع عندك بيك عند 59، هيطلع عندك بيك عند كام؟ عند 59. بيك عند 59. طيب بعد كده عندي ممكن يفقد ماي، هيفقد ماي هيبقى عند بيك الراجل ده هو 88 ماينس 18. مين اللي هيفقد ماي؟ 88 ماينس 18 ماشي يا شباب، افقد ميه وفي نفس الوقت زي ما قلت لك يفقد ميه مع فقدان المثل من اللي موجوده عندي من واحده من الثلاثه، يبقى الراجل ده هيطلع عندك بيك عند كام؟ عند 55 زي الفل. يبقى انا قلت لك دلوقتي البيك اللي هيظهر عند حضرتك عند ال 59 نتيجه ان انا فقدت هذه الايصايل، اتبقى عندي سي اتش 3 سي اتش 3 سي او اتش اللي هو الاوكسونيوم ايون عند 59، هذا الاوكسونيوم ايون نتيجه ان انا فقدت الايصايل اللي هي اللارجر الكايل جروب، او حتى لو فقدت ميصايل عن طريق الميصايل واداني 73، يفقد كمان ميصايل جروب لان هو كلش كبير. قلت لك اللي مور ستيبل او البيز بيك ما فيش له فيرزر فراجمنتيشن ممكن تحصل بعد كده، وامكانيتها ضعيفه جدا، عشان كده الاستابيليتي بتاعته 100%. 100 كام؟ 100%. فانا هنا لما فقدت هنا الايصايل اداني هذا الايه؟ هذا البيز بيك. البيز بيك ده ممكن يجي عن طريق ان انا فقدت الايصايل في اول الفا كليفج، او افقد ميصايل بالفا كليفج باس واي اخرى هيديني ده اللي هو الايصايل ميصايل اوكزونيوم ايون، افقد ميصايل هيديني نفس الكلام اللي هو مين؟ شبيه بالايزوبروبايل، الايزوبروبايل
الكل as ايه؟ as fragment او اوكسونيوم ايون. عندي كام؟ عندي 59، وده بيكون كاركترستيك للتيرشري الكل. كاركترستيك للتيرشري الكل لازم يطلع عندي بيجي عند 59. 59 ده سببه ايه؟ 59 ان انا هفقد الالكايل جروب اللي هي مور لارجر الكايل ايه؟ مور لارجر الكايل جروب بقى. طيب واحد يقول لي طلع عندك بيك عند 55، قلناها قبل كده. ال 55 ده هيجي منين؟ ال 55 هيجي منين؟ ان انا هفقد ميه وافقد ميثايل. هو الميه مع الميثايل ديت قلت لك بتساوي كام على طول؟ من غير ما تحسب 33 راحة من ال 88. 3 من 8 5، 3 من 8 5 اهو. حصل ري ارينجمنت، فقدت ماي مع ميس الجروب. طلع عندك بيك عند كام؟ 55 اهو، بيك عند 55. هو الحاجات دي هم اربع حاجات اللي قلت لك عليهم. افلاك ليفش دي هيدريشن لوس اوف ووتر ماينس 18، سيادتك تفقد ماي مع ميسايل، وسيادتك تفقد ماي مع ايسيلين اللي هو الماكليفيرتي. طيب ري ارينجمنت البنزايل الكول اهو، ده بقول عليه اروماتيك الكول. هنا شفت السته كل اللي فاتوا دول كلهم، ما انت شايف اصلا ده 88 فين؟ 88 ماكو، اول واحد ظهر عندك بعد ما فقدت الميثايل طلع عندك عند 73. مفيش نتيجه للالفا كليفج، ما فقدت الميثايل اول واحد ظهر عندك عند 73 اهو، ناقص ميثايل حط عليه 15 هيدي لك 88. بص سيادتك هنا بقى عندك بقى البنزايل الكول. بنزايل الكول بص الراجل ده كان 108، الكلام بقى اللي احنا ده شرحناه قبل كده مرارا وتكرارا. 108 فعندك هنا 108 ده ايه؟ ما ان شاء الله كمان طالع هو البيز بيك، البلوكولار ايون بيك هو البيز بيك. نفس الكلام اللي احنا قلناه في اول المحاضره، نتيجه لايه؟ الراجل ده بيحصل له ستابيلايزيشن بالريزونانس بالاروماتيستي 3 باي بوند. قلت لك الستابيلايزيشن بيجي منين؟ نان شيرد الكترون بير نان بوندنج، متصلين باروماتيك رينج، او عندي اروماتيك رينج هايبر كونجوجيت، دبل بوند سنجل بوند دبل بوند سنجل بوند دبل بوند سنجل بوند. الراجل زي ما قلت لك كده على طول شبه مين اهو، يحصل ري ارينجمنت والسي اتش 2 تخش تديني تروبيليوم كاتايون، تروبيليوم كاتايون عليه الاو اتش. الراجل ده 108، ما هو 108 ما هو السي اتش 2 ديت بكام مع ده اللي هو التروبيليوم كاتايون كان بعباره عن كام؟ هي كانت سي اتش 3 كانت عباره عن واحد، كانت 91. طب ده 91 والاو اتش بكام؟ الاو اتش ب 17. الراجل ده يديني كام؟ يديني 108. 108 ممكن الراجل ده يديني بيك افقد هيدروجين هيديني اللي هو بيك عند 107 ام ماينس 1. الراجل ده زي ما قلت لك قبل كده بقى اهو 107، ده لما فقدت من هنا 91 بقى 90، 90 و17 بقى 107. 107 الراجل ده ممكن زي ما شرحت لك قبل كده يفقد السي دبل بوند او. السي دبل بوند او هتيجي منين؟ نتيجه لعمليه التوتوميريزم، الرابطه اللي بين الاو والاتش هتنزل ما بين الاو، ما بين الاو والكربون اللي جنبها، كان عندي هنا دبل بوند، والهيدروجينه ديت هتيجي على هذه الكربونه نتيجه لعمليه التوميريزم اللي شرحناها في الفينول الكومباوند اللي كانت هايلي ستيبل في الفينو، وشرحنا موضوع التوميريزم ده بالتفصيل. يبقى السي دبل بوند هفقده، السي دبل بوند كربون ب 12 واكسجين ب 16 يبقى ماينس 28، يبقى 107 ماينس 28 هيدي لك 79. بس كده 79. الراجل ده فيه كام هيدروجين؟ ادا 1 2 3 4 5 6 وادي كام؟ وادي السبعه. وهنا هيدروجين، كل دبل بوند من دي يا شباب كل كربونه عليها هيدروجين، يبقى ده 1 2 3 4 5 6 وادي السبعه. طيب الراجل ده هيفقد 2 هيدروجين، يبقى 79 ناقص 2 هيدروجين عشان ارجع الاروماتيستي تاني، وهو الهيدروجين هيخرج از بروتون، يبقى هرجع الباي بوند جوه الرنج من تاني، يبقى عندي هيبقى عندي كام باي بوند؟ انا كان عندنا سبعه هيبقوا كام؟ هيبقوا خمسه، نتيجه انا فقدت 2 هيدروجين وعملت هنا باي بوند وعملت ان ساتوريشن وبقى هايلي ستيبل. عشان كده كنت بقول لك ان البنزين رينج ممكن تكون 79 ممكن تكون 78
والمور ستيبل اللي هو كام؟ ال 77. الفينايل رينج از كاربو كاتايون 77. ال 77 ده زي ما انت عارف الفينايل رينج، افقد منها السيلين او اللي هو بيقول عليه الاسيتيلين، هي عباره عن 6 ممبرد رينج، هفقد منها 2 كربون هتبقى عباره عن 4 ممبرد رينج، تبقى عباره عن اهو ده كان عباره عن سداسي، فقدت 2 كربون هتبقى عباره عن 4 ايه؟ 4 ممبرد رينج، كانه سايكلوبيوتا داي اينايل كاتايون. الكلام ده شرحناه قبل كده بالتفصيل، او الرنج السباعيه دي خالص في الاول خالص بتاع التروبيليوم كاتايون از هيدروكسيل، ده الراجل ده ايه اللي هيحصل؟ افقد الاسيتيلين، ده هو سباعي هيتحول الى ايه؟ يتحول الى خماسي اللي هي السايكلوبنتا داي اينايل كاتايون. السايكلوبنتا داي اينايل كاتايون تتحول الى الثري ممبر رينج اللي هي السايكلوبروبينايل كاتايون. كان بيطلع عندك عند 31، ويطلع انس عند 39، وعند 65، وعند 55، والكلام اللي احنا شرحناه مرارا وتكرارا من قبل. ماشي يا شباب، ده البنزيل الكول. شفت اللي هنا البنزيل الكول نتيجه اروماتيك الكول، ولكن بقول عليه الكول ليه؟ لان هذه الكربونه متصله عباره عن اس بي 3 كربون اللي متصله بالاتش، عشان كده انتمي الى عائله الالكول او بريدج موجود عندي اهو. كان كده شرحت لك الكلام ده في الاول. وهايلي ستيبل نتيجه لعمليه مين؟ الريزونانس، وبيحصل له ري ارنجمنت للسي اتش 2 اللي عندي مع حلقه البنزين تديني التروبيليوم كاتايون از هيدروكسيل. كل البيك اللي عندك دي بتطلع عندك عند 108 اهوت هايلي ستيبل بيس بيك، بيطلع عندك عند كام؟ عند ال 78 وعند ال 77 وعند ال 79، كل ده موجود عندك، وعند ال 107 نتيجه ان هو فقط هيدروجين اللي موجودين عليه، كل الفراجمنت اللي موجوده عندك. وبعد كده الانذر فراجمنتيشن لما بفقد الاسيتيلين او الايساين اللي هو الاثنين كربون، يتحول من السباعي الى الخماسي، والخماسي بعد كده الفايف ممبر درينج تتحول الى الثري ممبر درينج. ولو فقدت السي دبل بوند او الحلقه السباعيه هتبقى سداسيه، افقد منها الاسيتيلين اللي هو ال 77 هتتحول الى الفور ممبر درينج اللي هي السايكلوبيوتا داي بيوتا داي اينايل كاتايون. اخر حاجه عندي في الكحولات، لو عندي حاجه زي ده بقول عليه اللي هو الايه؟ الاورثو. عندي اروماتيك الكول اهوت يا شباب، اروماتيك الكول سي اتش 2 او اتش، وعندي هنا ميثايل جروب سي اتش 3. سي اتش 3 ده بقول عليه 2 ميثايل بنزيل الكول، او اورثو ميثايل بنزيل الكول. نفس الكلام بالظبط اللي احنا قلناه، اورثو ميثايل بنزيل الكول. الراجل ده نفس الكلام، هيفقد ماي، هيفقد ماي بكل سهوله طبعا. اللي هي الدوت والبص في التشارج ديت، هي اصل في الاساس موجوده على مين؟ موجوده على الاكسجين اللي موجود عندي هنا، لان ده النون بوندنج الكترون. هو دولت لما بيحصل عمليه الايونيزيشن بفقد الكترون منها، الكلام اللي قلت لك احسن ده. فهنا برسمها بس كده يعني ايه ارتباطا عشان سيادتك بس يسهل لحضرتك الفهم، يعني على اساس ان انا هفقد هيحصل لوس اوف ووتر، يبقى الاو اتش على طول مع الاتش هفقد ميه. البوند ديت هتيجي هنا، هيبقى عندي سي دبل بوند سي، وعندي هنا سي دبل بوند سي، يبقى البوند دي او اتش مع الاتش هفقد ماي، ويتبقى عندي هنا سي دبل بوند سي، وهنا سي دبل بوند سي. البوند ديت هتيجي كده، يبقى دي كلها هتخرج مع الاتش، يبقى ماينس ووتر. المهم هيبقى عندي الشكل اللي سيادتك شايفه ده، الشكل اللي سيادتك اللي هو الكونجوجيتد سيستم اللي موجود عندك ده. الكونجوجيتد سيستم ده عندك اهو، دبل بوند سنجل بوند دبل بوند سنجل بوند دبل بوند سنجل بوند دبل بوند سنجل بوند، هايلي هايبر كونجوجيتد، وبالتالي مور ستيبل. عند 104 اللي عند 104 ده سيادتك طالع ايه؟ هو عباره عن البيز بيك في الاورثو ميثايل، او بقول عليه الاثنين ميثايل بنزيل الكول. عند ال 104 122 فقط ماي ناقص 18 هتطلع حضرتك عند كام؟ عند 104. عند 100 وكام؟ 104. وده نتيجه ان هو اروماتيك الكول 122 اهو، بيك مو انتنس بيك طالع مثلا وليكن عند 30% ظاهر جدا، نتيجه للاستابيليتي، نتيجه للاروماتيستي اللي اعطيها المركب مور ستابلايز، نتيجه للهايبر كونجوجيشن، نتيجه ان انا عندي ستابلايزيشن بالثلاثه باي بوند موجودين في الاروماتيك رينج اللي هي حلقه البنزين. بعد كده عندي الراجل ده موجود عندي، بعد كده عندك بقى ممكن يديلك بيك، يحصل بعد كده يفقد ميثايل ويديني تروبيليوم، والتروبيليوم يفقد الاسيتيلين،
الاسيتيلين اديني بيك عندي 79 وعندي 78 وعندي 77، ونفس الكلام ال 79 ده هيفقد بعد كده الاسيتيلين، هيديني السايكلوبنتاداي ينايل البيوتاداين، او ممكن يديني البنتاداي ايه حسب مين، حسب الايه البنزين او الفينايل رينج اللي موجوده عندي. يبقى لو هو عند 79 هيدي لك عند 53، 78 هيدي لك عند 52، 77 هيدي لك عند 51، نتيجه ان انا عندي الحلقه السداسيه هفقد الاسيتيلين ب 26. ماشي يا شباب؟ يبقى حيديني دولت عباره عن سايكل بيوتا داي اينايل كاتايون فور ممبر درينج، فور ممبر درينج. لو الراجل ده بيحتوي زي ما شرحنا قبل كده على اتنين هيدروجين، الشكل اللي انت شايفه ده 79، لو فقد اتنين هيدروجين بقى 77، لو كان فقد هيدروجينه واحده كان هيبقى 78، اللي هي الاشكال اللي قدام حضرتك دي. بعد كده بيفقد اسيتيلين، هو كلام مكرر بالظبط، هيفقد اسيتيلين، يبقى هيديني بيك لو هو 79 هفقد 26، يبقى هيديني 53، 78 هيديني 52، 77 هيديني بيك عند 51. دولت كلهم عباره عن مشتقات من السايكلوبيوتا داي اينايل كاتايون، الاختلاف عدد ذرات الهيدروجين اللي موجوده عندي فقط. اللهم بلغت، اللهم فاشهد. ده كده يا شباب احنا خلصنا النهارده كده بقيه جزء الماس. ان شاء الله المحاضرة الجاية إن شاء الله هنبدأ في الآي آر، الآي آر الانفراريد سبكتروسكوبي إن شاء الله هيكون يعني ما هوش كتير زي الماس كده. الماس ما شاء الله يعني كان جزء كبير جدا، يعني ما شاء الله ضخم، يعني سمين تخين قوي. فإن شاء الله الآي آر هيكون كلش بسيط، بس طبعا الناس تذاكر كويس لأن عدد الساعات اللي على الآي آر زي اللي على الماس، فإحنا يعني ما نضمنش الظروف، ممكن يكون نفس الأسئلة متساوية من الآي آر والماس. فالمهم إن الناس تشد الحيل كده، وربنا يكرمكم وكل عام وأنتم بخير. إن شاء الله نشوفكم في أتم صحة وسعادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.